يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هنا بقى الادويه اللي بتشتغل على البيتا سيركلز يبقى ليها ثلاث احتمالات، يا اما يكون الدواء ده بيستيبليت الريسبتور. لا الصوت يا جماعه مش يعني انا عايزين ننجز النهارده كده شويه عشان ما نرجعش نسمع بقى الكلام بتاع المتاخرين ومش هنخلص الكلام اللي بيوترني ده. اللي يشتغل على الاوبيت ريسبتور كاجونس يبقى اكيد دواء مسكن صح؟ طالما انا شطت الاوبيت ريسبتور سواء النيو او الكاب او الدلتا او كلهم يبقى انا اشتغلت كانالجيزيك. كويس؟ تحت عنوان الاوبيويد اجونست في عندنا ثلاث احتمالات على حسب المصدر بتاع الدواء. يا اما الدواء جاي من الطبيعه، جاي من النبات، واشهر دوائين طبعا هو المورفين والكودين. ويمكن انت فاكر كده ان الكودين ده حتى اسمه الكيميائي كان اسمه ميثايل مورفين، يعني هو كان شبيه قوي بالمورفين شخصيا. الاحتمال الثاني يكون الدواء شبه مصنع، يعني اجيب المورفين واغير الكيمياء بتاعته فيطلع دواء اسمه هيروين اللي هو اسمه الكيميائي داي او داي اسمه داي اسيتايل مورفين. يا اما احط داي هايدرو جروب على المورفين يبقى اسمه داي هايدرو مورفين، او على الكودين يبقى اسمه داي هايدرو كودين. اتفقنا المجموعه دي في المذاكره ليس لها اي قيمه، مجرد بس اسامي كده عشان تبقى عارف تقسيمه بتاعتها. المجموعه الاخيره مجموعه مهمه، ادويه بتعمل نفس شغل المورفين لكن ملهاش اي مصدر طبيعي، يقولوا عليها سينتاتيك مصنعه 100%. سمعنا عن دواء اسمه ميبريدين، وخلي بالك هو ليه اسم علمي تاني اسمه بيتيدين عشان لو في الام سي كيو حد يعني ايه يروش معاك شويه، هو نفس الدواء. المره اللي فاتت شرحناه كله، ولو تفتكر كده كنا بنقول عليه ليه تو اكشنز، ليه اكشن مورفين لايك وليه اكشن ادروبين لايك، وقعدنا نقول بقى الطريقه البلدي 4 لس و4 نو و2 ال والكلام المفرع ده، بس خلاص يعني عشان ايه نحفظ الدواء. النهارده ان شاء الله بعد ما تخلصوا في التصوير جدول مقارنه ما بين المورفين والميبريدين كافي جدا لمذاكرتك في كل حاجه ليها علاقه بالدوائين، لان ببقى عارف ان في فروقات بينهم، فممكن نلم الموضوع بقى في جدول المقارنه ده. في دواء تاني او مجموعه ادويه تاني اسمها ميبريدين ديريفاتيفز، يعني مشتقات من الدواء اللي اسمه ميبريدين. عد بقى معايا كده مين هما الميبريدين ديريفاتيفز. اول واحد فيهم اسمه الفنتانيل، او ساعات بيقولوا عليه يعني نطقا كده يسموه الفنتانيل، الاثنين صح. وفي دواء شبهه قوي اسمه الالفنتانيل، ودواء ثالث اسمه سوفنتانيل. كويس؟ بنعتبر الثلاثه دول بالنسبه لي كانهم حاجه واحده. صح في واحد اقوى من الثاني، في واحد اطول من الثاني، لكن انا ما يهمنيش الفروق. الفنتانيل لما نيجي نبص عليه بسرعه كده اللي يحب يتابع من الكتاب انا عرفت المصدر بتاعه، صح؟ الدواء ده مصنع 100%. الكيمياء بتاعته عرفتها، هو مشتق من مجموعه او من دواء اسمه الميبريدين، فيتقال عليه كيميائيا الميبريدين ده. النقطه الثالثه لو بنتكلم على فارماكوكينيتكس، الدواء ده غالبا بيتاخد في الوريد، الدواء ده عاده بيتاخد انترافينس. تمام؟ انتوا متابعين يا جماعه معايا؟ طيب في حاجه طلعت جديده في الطب والدواء للناس اللي حضروا المره اللي فاتت، الفنتانيل بدا يتاخد على شكل باتش. الفنتانيل بقى مشهور جدا دلوقتي عشان تبقى عارف بس الطب فيه ايه، بيتاخد على شكل لصق على جلد، ودي حاجه من الحاجات اللي زودت شويه انتشاره كدواء بلود مانجمنت، يعني العيان بيحط اللصقه ويفضل عايش بيها بقى فيتعود عليها ويحصل بعد كده ما يسمى بالديتاكس. يبقى ده بالنسبه للفنتانيل اهو بيتاخد في الوريد، يبقى بالتالي اكيد بيشتغل بسرعه جدا مش كده؟ في ميزه حلوه قوي بقى ان هو فيري هاي ليبيد سوليد، يعني معناها انه بيحسبك من الابزوربشن بقى اللي لقيته في الوريد على طول، معناها ان هو بيعدي بسرعه قوي البلاد برين بارير، فيفضل شغال على البرين. شورت ديوريشن بقى لسبب عشان برضو الكتاب قايلها حاجه اسمها ريديستريبيوشن. يعني ايه ريديستريبيوشن؟ يعني انت بتدي في الوريد راح رايح على البرين، كويس؟ لان البرين فيه بلاد سبلاي كويس وفي ليبيد كونتنت عالي، والدواء ده بيحب الدهون فراح على البرين. عمل الشغل بتاعه كمسكن وبعد فتره قصيره طلع من البرين. مجرد ما خرج من البرين انتهى مفعوله. ده المقصود بكلمه اعاده انتشار، ده المقصود بكلمه ان هو شورت ديوريشن عشان بين قوسين كده بيحصل له ما يسمى بالري ديستريبيوشن. صعبه؟ يبقى هو بيتحقن في الوريد يوصل للبرين يشتغل
وبعدين مجرد ما خرج من البرين رجع على الدم معناه ان هو ساب مكان شغله يبقى انتهى المفعول بتاعه. روح على تشو ثانيه فيها ليبل نفس الليبل. لا مش مهم بقى بعدين يعني مش عايزين برضه نكبر الموضوع قوي لان احنا يعني مزنوقين والدنيا مضغوطه. هو عاده بعد كده هيحصل له ميتابوليزم ويبقى اكس فيت عادي جدا. طيب يبقى ده بالنسبه للفنتانيل تمام. طريقه شغله لو بنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن هو عامل زي المورفين يعني اشتغل كاجونست على الاوبييت ريسبتور صح. الدواء ده بالذات بقى فيري باورفول نيو اجونست بيشتغل بشكل عالي جدا على ريسبتور اللي اسمه النيو ريسبتور اللي فينا بقى فاكر حتى لو ما لحقناش نذاكر لسه. يا ترى النيو ده لما اشتغل عليه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا حاجه حلوه وحاجه وحشه. ليه بقى حلوه؟ الريسبتور فيهم بيسكن الالام صح؟ الوحش اللي فيه الاكتر ريسبتور فيهم بيهبط الاسبيراتور. طبعا هو اقوى ريسبتور بيعمل تعود واقوى ريسبتور بيعمل ادمان واكتر ريسبتور بيعمل كونستيبيشن. فعشان كده هتلاقي الدواء ده قوي جدا يمكن 80 مره اقوى من المورفين كمسكن. بس العيب المعتمد بقى او المتوقع فيه انه ممكن يعمل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر ويدمن ويعمل امساك وكل العيوب اللي سمعناها مع المورفين خلاص. يبقى ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن بتاعه. بيتاخد ازاي بقى او اسف بيتاخد ليه يعني ايه الانديكيشنز بتاعته؟ كتاب القسم ركز على استخدام واحد. كتاب لك في الكتاب كده اللي بيتاخد كإنترا بيس أناثيتك صح؟ بيتاخد عشان أخلي العيان اللي هيعمل عملية جراحية بسيطة كده بس فيها ألم أديله الدواء ده عشان يقلل البين. وأنت عارف بقى الدواء ده كمان بيعمل حاجة اسمها ناركوزس وبيعمل حاجة اسمها أمنيزيا مش كده؟ فبيتاخد إنترا بيس في حالات العمليات. وكتاب القسم نسي أهم استخدام. إيه أهم استخدام للمجموعة دي كلها؟ أنالجيزيا صح؟ هو أول استخدام تفتكره وتحطه قبل الاستخدام اللي موجود في الكتاب كده اللي بيتاخد أز أنالجيزيا. الناس اللي عندها آلام عنيفة وأشهر عيان بياخد الفنتانيل اللي عنده كانسر. فاكر أنت كنا بندي العيان اللي عنده تربل الكانسر ده بنديله الأدوية دي حتى لو أدمنها مش مشكلة لأن هو المفروض إن هو يعني مش هيطول في الحياة فنقلل بقدر الإمكان الألم بتاعه. يبقى أرجوك معلش زود بقى في الكتاب كده إن الدواء ده بيتاخد أز أنالجيزيا. استعمال الفنتانيل هو دواء الكتاب مركز عليه قوي حقن في الوريد عشان اعمل بيه عمليات جراحيه بسيطه. مشكلتنا ايه بقى لما تجيب في الوريد لوحده؟ مشكلته انه بيعمل كيك شديد بيعمل فوميتنج اكتر حتى من المورفين. انت فاكر المورفين كان بيعمل المورفين كان بيعمل فوميتنج عشان بيشتغل على حته اسمها سي تي زد كويس. عشان امنع الاكشن ده بضطر احط معاه دواء تاني كويس. الدواء التاني ده تبع مجموعة لسه هناخدها ان شاء الله في اخر الموديول اسمها نيورولابتيك دراجز. اسمها كده المجموعة على بعضها كده اسمها نيورولابتيك دراجز. كان لها اسم قديم يسموها ميجور ترانكيلايزرز يعني ادوية بتعالج ما يسمى بالسايكوزس بتعالج السكيزوفرينيا والامراض العقلية. دي المجموعة دي لها اكشن مهم قوي انها بتمنع الدين يقول عليها انتي ايماتيك. طب تخيل بقى كده دي ميزة ان نحط الاثنين مع بعض. الميز ده انا احط في الدليل مع دواء من المجموعه اللي اسمها نيورولابتيك. اولا بقى عندي مسكن قوي جدا اللي هو الفنتانيل صح؟ وحاطط معاه دواء مانع العيوب الاساسي بتاع الفنتانيل اللي هو القيح. وفي نفس الوقت الدواء ده بيهدي ويطمن. الدواء ده اسمه ميجور ترانكيلايزر يعني بيخلي العيان مرتاح وهادي وما عندوش مشاكل خوف القلق والطمع. بحط الاثنين مع بعض كويس؟ الدواء اللي بيتحط ده الدواء اللي بيتحط مع الفنتانيل اللي هو نموذج للمجموعه اللي بنسميها ميجور ترانكيلايزر او نيورولابتكس دواء اسمه دروبيريدون. فاثناء العمليات الجراحيه بحط الفنتانيل حقنه وبحط دروبيريدون حقنه والاثنين يتاخدوا مع بعض كويس. التركيبه دي فينا اماكن يا جماعه كتير هو موبايلات قاعده بس معلش يا جماعه هو يعني مش هقدر اتصرف بس لو عايزين نقفله ممكن نتكلم الوعده وافتح المروحه لو عايزين هيبقى حر ما انا مش عارف اعمل ايه والله. ممكن نفتح المروحه تبقى مزعجه شويه ومؤلمه بس خلاص يا شباب. فانا بحط دواء اسمه الفنتانيل اللي هو المسكن الاساسي بتاعنا اثناء الجراحه مع دواء تاني اسمه دروبيريدون. التركيبه دي على بعضها كده يسموها نيورولابتيك انرجيزيا صح؟
ماشي معنا استاذ هو وندو بالمره حاجه ممكن نبتدي متاخر شويه انا ما وصلتش حد وبعد الاسم بس يعني هل ممكن ناخر الميعاد 12 ونص عشان انترابشنز دي انا بتفصل والله فمعلش استاذنكم لو ما عليناش حاجه نبدا الساعه 12 لو ما عليناش حاجه نبدا الساعه 12 علينا حاجه هستناكم يعني نبتدي كلنا مع بعض لان الموضوع حتى رايكم من الاول خالص والناس اللي حاجه في الاول دي هتبص لي وتتضايق وتزعل مني نرجع تاني بقى كده للفنتانيل دواء من الادويه المسكنه القويه جدا اللي شبه المورفين بس اقوى منه زي ما اتفقنا 80 مره هيتاخد في الوريد لسببين هيتاخد عشان عالج بيه الالام لان ده اشهر استخدام للمجموعه كلها وهيتاخد لا صوت يا جماعه ويتاخد عشان اعمل بيه عمليه جراحيه قصيره ولكنها مؤلمه فبديل العيان لو استخدمت الفنتانيل لوحده هيبقى عندي مشكله كبيره انه ممكن يعمل قيد فبضطر اضيف مع الفنتانيل دواء تاني دواء تاني للمره الاخيره تبع مجموعه اسمها نيورولكتيك دراجز او يسموها زمان ميجور ترانكلايزر والنموذج بتاعنا دواء اسمه ادروبيريدون الهدف منهم ان بحطهم مع بعض ان الفنتانيل يعالج الالام والدروبيريدون يهدي العيان والاهم من كده ان يمنع القيء اللي ممكن يتسبب فيه الفنتانيل خلاص يبقى التركيبه على بعضها كده اسمها نيورولكت انرجيز يعني في احتمال بقى ان انا العمليه بتاعتي تطول بقى يعني بدأنا ندخل في مشاكل أثناء العمليات ومحتاج تخدير كلي فبدي مع الفنتانيل والدروبيريدول بدي غاز من غازات التخدير اسمه نيتروس أوكسيد فما بقاش التركيبة بقى اسمها نيوروليبت أناجيزيا بقى معانا حاجة كمان اللي هو المخدر الكلي بيسموها نيوروليبت أناجيزيا خلاص؟ جايبنا بقى الفنتانيل يبقى لوحده مش حلو بحطه مع الدروبيريدول وعرفنا السبب لو العملية طولت بحط معاهم هما الاثنين دواء من غازات التخدير اسمه نيتروس أوكسيد. عيبه ايه بقى؟ لو انا سالتك النهارده كده لو انت مذاكر المورفين العيوب بتاعته تقريبا هي نفس عيوب المورفين. يعني هيعمل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر وهيعمل نوزيا فوميتنج لو اتاخد لوحده وهيعمل تولرانس وهيعمل ديبندنس صح؟ ادمان وهيعمل حاجه سمعناها في المورفين اسمها ترانكال ريجيديتي. فاكرينها؟ يعني عضلات بتاعت الترنك بتاعت الجزع يحصل فيها تقلص جامد سكيلتال ماسلز ودي تبقى مشكله ساعات اثناء الجراحات او اثناء حتى الناس اللي محجوزين في الرعايه المركزه يعني بيعمل مشكله على عضلات التنفس يبقى ده بالنسبه لي كده كل ما له علاقه بالفنتانيل الفنتانيل والسوفنتانيل كانك بالظبط بتتسال في الفنتانيل وما تشغلش بالك بقى مين فيهم اقوى واقوى قد ايه واطول واقصر ولا يهمك خالص اعرف ان هم كلهم بنفس القوة تقريبا وهم كلهم بيشتغلوا كمسكنات او بيشتغلوا اثناء العمليات الجراحية. في بقى دوائين تبع مجموعة البلادين ديريفاتيفز دول ما هماش مسكنات. فاكرين المورفين كان بيعمل ايه في الجي اي تي؟ كان بيعمل سبازموجينيك افكت وكان بيقلل السكريشن فالمحصلة كونستيبيشن فظيع مش كده؟ لو انا عندي اسهال ما ينفعش اخد مورفين. لان المورفين هيوصل للمخ عندي ويعمل لي بقى يوفوريا وتعود وادمان فما ينفعش. صنعوا دوائين، الدوائين دول بيعملوا نفس شغل المورفين على جي اي تي من غير ما يعدوا تقريبا البلاد برين بارير. فاستفدت منهم في علاج الدايريا. دوائين مشهورين جدا في علاج الاسهال. دواء اسمه لوبيرامايد وده حسب كتاب القسم عندنا ما بيعديش خالص البلاد برين بارير. بيعديش نهائيا البلاد برين بارير. تعالوا قدام هنا يا جماعه. الدواء اللي زيه بقى الى حد كبير قوي دواء اسمه داي فينوكسيلين الدواء ده بيعدي شويه البلاد برين بارير ما بيعديش قوي زي المورفين لكن بيعدي بنسبه بسيطه جدا البلاد برين بارير عشان كده لما تبص عليه فكان من ضمن عيوبه انه ممكن يعمل ناركوزس مش كده؟ مش المورفين كان بينيم الدواء ده لما يعدي يعمل ناركوتيك افكت وبالذات في الاطفال الحاجه بقى اللي تهمنا في الطب ان شاء الله دلوقتي الدايفينوكسيليت ده بيتصنع على شكل دوائي عباره عن دايفينوكسيليت زائد اتروبين حد فاهم الفكره دايفينوكسيليت زائد اتروبين هو الدايفينوكسيليت لوحده زي المورفين يعمل حاجه اسمها سبازموجينيك افكت الاتروبين يصلح المشكله دي بيعمل حاجه بنسميها انتي سبازموديك افكت فيتاخد لو العيان عنده دايريا ومغص وده الكومن لان يكون عندي اسهال ومعاه شويه مغص لما ادي الدايفينوكسيليت لوحده مش حلو قوي لانه بيعمل سبازم
هيوقف الاسهال لكن مش هيريح المغص. فلما احط معاها التوبين يبقى انا ضيعت الكونتراكشن العنيف بتاع الجي اي. الدواء ده ليه اسم تجاري اسمه لوموتيل، ده اسم تجاري بس مطلوب منك. يبقى هو عباره عن فيكسد كومباينيشن، عباره عن تركيبه فيها دوائين مع بعض. دواء اسمه دايفينوكسيليت اللي هو شبه المورفين بس ما بيعديش قوي برين، ودواء تاني اسمه اتروبين وعرفت الهدف منه. هيبقى عيبه ايه بقى؟ هيعمل ناركوزس، خلاص اتفقنا عليها لانه بيعدي شويه. والحاجه الثانيه ان بما ان في اتروبين، الاتروبين في الاطفال كان بيوسع شرايين الجلد، كان بيعمل حاجه اسمها اتروبين فلاش، فممكن تحصل في الاطفال نتيجه وجود الاتروبين في المركب. خلاص يبقى ده بالنسبه لي كده المجموعه اللي اسمها بيبريدين ديريفاتيفز. الدواء الثالث اللي اسمه الميثادون، طب ايه يا جماعه الناس اللي لسه جايه؟ الميثادون، الميثادون ده بما انه شبه المورفين يبقى مبدئيا كده هيستخدم كمسكن كده. في بقى اربع مزايا بتخليه يستخدم استخدام اهم. اللي فاكر المره اللي فاتت لما كنا بنعالج ادمان المورفين كنا بنعمل ايه؟ بندروه الناس الادمان، كنا بنوديهم المصحه مش كده ونعالجهم نفسيا، وبعدين ابتدي اعمل حاجه اسمها جرادوال ويذرول اوف مورفين، يعني اقلل جرعات المورفين لحد ما اوصل لجرعه اسمها ستابيلايزنج دوز اللي هي اقل جرعه تمنع اعراض الانسحاب. خلاص وبعدين بنعمل حاجه اسمها سبستيتيوشن، احلال بالعربي. بالتحديد بقى دواء اسمه الميثادون هو اللي بيتاخد كبديل المورفين. وساعتها قلت لك يمكن عشان في اربع مزايا. نمره واحد ان هو بنفس قوه المورفين از بوتن از مورفين، كويس. نمره اثنين ان هو لونجر دوريشن. وقاعده بقى في الناس ان شاء الله هتشتغل في الادمان بعد كده، كل ما كان الدواء لونجر دوريشن كل ما حصل معاه تولرانس وديبندنس بعد زمن طويل. يعني احتمال التولرانس والديبندنس قائم، بس الفكره اللي فيه بقى ان هو هياخد وقت اطول من بتاع المورفين. النقطه الثالثه اللي فيه ان هو اعراض، او الرابعه بقى النقطه الاعراض الانسحاب بتاعته اقل بكتير من المورفين. خلاص يبقى الميثادون باستخدامين مشهورين، استخدامه كمسكن زي المورفين بالظبط، والاستخدام يمكن الاشهر في الطب حاليا ان انا اعالج بيه او احل محل المورفين في علاج الادمان. ده سؤال على فكره في الثالثه يعني طب بيجي سؤال اكسبلين ليه الميثادون هو اللي بيتاخد كسبستيتوت فور مورفين في تريتمنت اوف ايش. فانت تقول بقى ايه الاربع حاجات دول؟ هو زي المورفين في القوه، وان هو لونجر دوريشن، وان بيحصل معاه التولرنس وديبندنس اقل بمعنى محتاج زمن اطول، ونمره اربعه بقى والاهم ان هو لما اجي اوقفه بتبقى اعراض الانسحاب بتاعته اقل بكتير. يبقى خلصنا كده بقى من الميثادون. هتلاقي اكشن بقى كده مكتوب ان هو لوكال انستيتيك ما يهمكش قوي، البايو افيلابيلتي بتاعته احسن من المورفين ما يجرش، لكن الحاجات الاساسيه اللي فيه هو اللي احنا قلناها. دواء اسمه ديكسترو بروبوكسيفين ملوش قيمه خالص في الطب حاليا، هو دواء مسكن ضعيف، دواء مسكن مايلد انالجيزك، عشان كده لما بنستخدمه كمسكن غالبا بحط معاه مثلا اسبرين او باراسيتامول، كويس؟ وبيحصل معاه تعود وادمان بس اقل شويه. يبقى ده بالنسبه لي كده الكلمتين اللي يهموني على الدكسترو بروبوكسيفين. ترامادول هو كان يستحق كلام اكتر من كده بكتير بس مش النهارده بقى. دواء مشكله في مصر بقت ادمان فظيع للترامادول على كل مستوياته الاجتماعيه يعني. ترامادول مسكن بطريقتين. يا ريت تعرفها من النهارده بقى. الطريقه العاديه ان هو بيشتغل كاجونست على الاوبيت ريسبتور، خلاص بقى بيشتغل زي المورفين واخواته بس اضعف شويه. الطريقه الثانيه لقوا عندنا في السي ان اس كده مادتين بيمنعوا انتشار البين غير اللي انت سمعتهم اول مره. انت ما سمعتش اول مره حاجه؟ في حاجه كده في السي ان اس بتنقل البين مش كده؟ في مادتين بقى بيمنعوا انتشار البين، بيمنعوا ان البين امبلس توصل للسيريبرال بروسس. ماده اسمها ال 5 HD اللي هو السيروتونين والنور ادرينالين انت سمعته زمان في الاوتوماتيك. دول موجودين في السي ان اس. كل ما زادوا في السي ان اس زاد على مستوى السباينال كورد كل ما قل انتشار البين. خلاص؟ فهمنا يا جماعه؟ طب هو ايه علاقته بيهم بقى؟ ان فينا فاكر في الاوتونوميك المادتين دول بيطلعوا من الاعصاب يشتغلوا على السيرفر بتاعهم وبعدين يحصل لهم ابديت يرجعوا تاني، السلام عليكم، يرجعوا يتخانقوا تاني جوه العصب. الدواء اسمه الترامادول بيمنع ان هم يرجعوا جوه العصب، بيمنع ان يحصل لهم حاجه اسمها نيورونال ابديت. فيبتدي مستواهم عند الريسبتورز يعلى ويعملوا شغل كبين انهبيتورز. خلاص يبقى الترامادول بيعمل حاجتين يخفف بيهم الالام. نمره واحد بالظبط انه بيشغل الاوبيت ريسبتورز،
ونمرة اتنين انه بيعلي في السي ان اس مادتين هما نفسهم بيمنعوا اشارة القلق، مادة اسمها سيروتونين ومادة اسمها نور ادرينالين. بيعلوها ازاي بقى؟ مش بيخلوها تخرج من العصب، لا هي بتخرج عادي، بس بيمنعوا انها تاني ترجع جوه الاعصاب، فتفضل قاعدة قدام الريسبتورز وبالتالي تنشطها لفترة اطول. وده على فكرة اللي بيفسر ترامادول بيعلي المزاج قوي، لان اللي فينا برضه فاكر المادتين دول بيعلوا المزاج، مادتين السيروتونين والنور ادرينالين دول بيعملوا يوفوريا وبيعملوا شعور بالسعاده. فعشان كده العيان بيحب قوي الترامادول لانه خفف الالام وعمل له يوفوريا لانه شغل الميو وعمل له يوفوريا كمان لانه زود كميه السيروتونين والنور ادرينالين. خلاص يبقى انتهينا بقى من المجموعه اللي كانت ناقصانا كده اللي بنسميها مجموعه الاجونست. النهارده ان شاء الله عندنا مجموعتين جداد وسهلين قوي، مجموعه اسمها ميكسد اجونست انتاجونست، وللمرة الأخيرة إن شاء الله المجموعة دي بتعمل الآتي. As a general rule، لأن الكلام بتاع سنة تانية مختصر قوي، لكن كقاعدة عامة كده أنا عندي ثلاث أنواع من الريسبتورز المسؤولة عن البين، الميو والكافا والجلدة، مش كده؟ المورفين وإخواته اللي إحنا لسه مخلصينهم بيشتغلوا أجونستس على الريسبتورز دول، صح؟ ممكن أشتغل على كله، ممكن أكون بفضل ريسبتور أكتر من التاني، لكن في النهاية هم يتصنفوا as agonists. مجموعة النهاردة بيعملوا الآتي، يشتغلوا أجونست على الكافا والدلتا ويقفلوا ويشتغلوا كأنتاجونست على الميو. عشان كده هم زي ما قلت لك كده مخلطين اسمهم ميكسد، بيعملوا حاجة أجونستك أكشن على الكافا والدلتا وحاجة أنتاجونستك على الميو ريسبتور. أسميهم بايخة قوي قوي ومش عليك تعرف فيهم غير دواء اسمه بنتازوسين اللي هو أول واحد مكتوب. ده لو جالنا سؤال هيبقى سؤال على المجموعة ميكسد اجونست انتاجونست او سؤال على الدواء الاشهر فيهم اللي هو البنتاجوسين. طيب دورهم ايه بقى في الطب؟ دول معتمدين يا جماعه في الكتب، انا مش هضيع وقتكم كتير لان هم يعني مش محتاجين مننا شرح طويل، بس في الكتب الكبيره في الفارما يقول لك الاكشن بتاعهم معتمد على المريض. الاكشن بتاعهم معتمد على المريض شخصيا، بمعنى لو المريض ده عنده بين وما هوش مدمن مورفين المجموعة دي هتشتغل كمسكنات، صح؟ لو هو مش مدمن مورفين وعنده آلام المجموعة دي هتعمل بين ريليف. ازاي هتضيع البين؟ ازاي؟ لا الميو مقفولة على الكافا وعلى الدلتا، مش كده؟ هتشتغل كأجونست على الكافا والدلتا، بس الميو بتاعتنا ما هياش شغالة. طيب معلش سؤال بقى للناس اللي فاتت، هيبقوا أقوى من المورفين ولا أضعف من المورفين؟ أضعف طبعا، لأن أكتر ريسبتور بيضيع البين هو الميو والميو ده مش شغال. طيب يبقى هما بيشتغلوا في العيانين اللي يسموهم في الكتب نايف، عارفين يعني ايه كلمه نايف؟ يعني ساذج بريء غلبان ملوش في الادمان، يعني لو عنده بين واخدهم هيستريح. طيب لو الشخص ده مدمن، لو الشخص ده مدمن يحصل له ايه لو اخد المجموعه دي؟ صح، خلي بالك الشخص المدمن يحصل له اعراض انسحاب لسبب من الاثنين، يا اما عملت sudden withdrawal of the drug يعني جه معاد الحقنه بتاعت المورفين وما اخدتهاش يجي لي اعراض انسحاب. السبب التاني اللي يجيب لي اعراض انسحاب انك تقفل الريسبتور بتاع الميو. لو انا مدمن وقفلت لي الريسبتور بتاع الميو يبقى انت جبت لي اعراض انسحاب. خلاص تفيدني في ايه في الطب دي؟ يعني هتفيدني في ايه ان انا اخلي واحد يجي له اعراض انسحاب؟ اشخص الادمان. خلاص يبقى المجموعه دي يا جماعه اسمها ميكسد اجونست انتاجونست، صح؟ عرفنا معناها بتشتغل كانتاجونست على ريسبتور المهم بالنسبه لي اللي هو الميو ريسبتور، لكن تنشط الكافا والدلتا. خلاص وعرفنا اشهر دواء فيهم اسمه البنتازوسين. الاكشن بتاعهم يقول عليه بيشنت ديبندنت، يعني لو انا اخدتهم عندي الام ومناش مدمن مورفين هيضيعوا الالام بتاعتي بس اقل من المورفين بشويه. لو انا شخص مدمن وقفلت لي الميو ريسبتور هدخل في ويدرول، فانا قدرت اعرف العيان ده مدمن ولا لا. تعالى بقى بص على اهم ميزه فيهم اللي خلتهم حلوا الى حد كبير قوي محل المورفين. ارسم لك رسمه اتوقع ان الموضوع بيبقى صعب عليك، يعني فاكر حاجه الناس اللي حضرت معانا قبل كده فاكرين حاجه زمان في الجنرال كده كان اسمها دوز ريسبونس كيرف، حتى لو ما سمعتهاش قبل كده بدي جرعات من الدواء وبشوف رد فعل الدواء. كويس اللي انا هرسمه بالاسود ده هو المورفين. المورفين كل ما زودت الجرعات كل ما زاد شغله كانالجيزيك، بس مشكلته ايه بقى المورفين؟ كل ما زودت الجرعات
كل ما عملت ديبريشن اوف بس صح. حد يفسر لي بقى ليه المورفين ده عشان شغل الميو. الله ينور عليك. خلاص يبقى كل ما شغلت الميو انت عندك ميزه حلوه قوي ان انت بتعالج البين. بس مشكلتك لما تشغل الميو ان انت عملت هبط الريسبيراتوري سيستم. تمام. بص بقى على الدواء الثاني بتاعنا النهارده ده ميكسد اجونست انتاجونست. ادي علاقه ما بين الدوز وما بين الريسبونس. الدواء ده كل ما بتزود الجرعات بيزيد شغله كمسكن، وكل ما تزود الجرعات ما بيزيدش بنفس المقدار الديبريشن اوف ريسبيراتوري سيستم. فسر لي يعمل كده. كل ما بزود الجرعات بيزيد شغله كمسكن. صح. طب ليه بقى لما ادي جرعات ما بيزيدش شغل على الريسبيريشن؟ ليه كل ما عدت جرعه الريسبيريشن ما بيهبطش؟ ان الميو بتاعتنا از بلوكت باي ذا دراج. ده يا جماعه يسموه الاحمر اللي انت شايفه ده يسموه السقف بتاع الدواء. السقف العربي اللي هو بالانجليزي اسمه ايه بقى؟ سيلينج. كويس؟ يا ترى بقى السقف بتاعهم على مستوى الريسبيراتوري سنتر الاحمر ده سقف عالي ولا سقف قليل؟ سقف قليل ودي ميزه صح؟ انت عمال تعلي جرعات اهو مشكله ماشي كده عمال تعلي جرعات والريسبونس بتاعي ما بيعلاش ما بيحصلش بقى زي المورفين كده اللي يفضل طالع لفوق. فهمنا بقى قصتهم؟ يبقى المجموعه دي بقى خلصنا منها مش كده؟ اسمها ميكسد اجونست انتاجونست. انتاجونست على النيو، اجونست على الكابا والدلتا صح؟ اشهر دواء فيهم اسمه بنتازوسين. الاكشن بتاعهم معتمد على العيان. عيان عنده وجع وما هوش مدمن هيستفيد منهم، هيحصل له انالجيزيا. وهيبقى عنده حاجه حلوه قوي ان انا اقدر اعلي جرعاته كمسكن من غير ما اعلي ديبريشن اوف ريسبيراتوري سيستم. لو العيان ده مدمن مورفين واخدهم يبقى هيحصل له ويدرول سيمبتومز، يبقى دي كان يوزد فور دايجنوستيك استعملهم عشان اشخص المدمن. فهمناها يا جماعه؟ طيب خلصنا كده من المجموعه دي. حد عنده اي سؤال بقى؟ اخر مجموعه ان شاء الله في مجموعه الاوبيتس اسمها الانتاجونست. انتاجونست سؤال بريء بقى جدا والله. دول مسكنات؟ لا بالعكس بقى، ده انت قفلت الريسبتور بتاع البين مش كده؟ يبقى اوعى تغلط في حياتك وتقول ان هم تبع مجموعه الانرجيزكس. They are not analgesics نهائيا. ده في بعض الكتب بتقول لك لو خدتهم وانت عندك بين يزود البين صح؟ مش انت عندك في جسمك حاجه اسمها اندورفينز وايكيفالينز بيشتغلوا على الريسبتورز دول؟ لو انت مدي الادويه دي وطلع اندورفينز وايكيفالينز مش هيعرفوا يشتغلوا خلاص؟ انا ما يهمنيش المعلومه الثانيه دي، انا يهمني المعلومه الاولانيه. They are not analgesics. فيهم اسمين مشهورين قوي، ده اسمه نالوكزون وده اسمه نالتريكزون. الاثنين بالنسبه لك زي بعض بالظبط. الميزه بتاعت النالتريكزون اللي هو ثاني دواء ان هو بيتاخد اورال. النالوكزون ده لازم يتحقن، الريليشن بتاعته قصيره لازم يتحقن. النالتريكزون ممكن يتحقن ممكن يتاخد اورال. تمام؟ فكرني بقى الاثنين دول لما يشتغلوا هيقفلوا كل انواع الاوبيت ريسبتورز. بس المين اكشن بتاعهم بلوك اوف النيو ريسبتور بسبب المصايب كلها مش كده؟ طيب فكر بقى معايا كده في استخدامات. مين العيان اللي عايز تقفل له النيو ريسبتور؟ المدمن اللي هيموت بسبب دواء مشغل النيو وعامل له ديبريشن في الاسبرانتو. او تسمم ايه ده ان شاء الله؟ طيب المورفين بيحصل له تسمم او البني ادم يعني بيحصل له تسمم من المورفين غالبا في الادت. كل ما بتعود على الدواء بعلي جرعات لحد ما اوصل في يوم من الايام لتوكسيك دوز. يبقى ده بنعالج بيه الاكيوت مورفين توكسيسيتي. قلناها المره اللي فاتت لو تفتكر. طيب الشخص الثاني فاكرين زمان لما اثناء الولاده كانوا بيدوا للام مورفين عشان تخفف البين؟ كانت مشكلته انه بيعدي لسنتر فاليوم ويهبط الريسبيراتوري سنتر بتاع الفيتس فيتولد الطفل عنده نيونيتال اسفيكس. كنا ساعتها بقى بندي مورفين يا اما احقنه في الام نفسها ما كانش لسه الطفل نزل كامل يعني، يا اما احقنه في الحبل السري. قلت لك ساعتها الحبل السري ده مليان بلاد سبلاي فبيوصل الدواء بسهوله للطفل اللي حصل عنده الفشل. خلاص ليه استخدام تاني؟ ليه استخدام تاني؟ هو طبعا اهم استعمال كده ان انا اعالج بيه تسمم المورفين كويس؟ واعالج بيه ان نيونيتال اسفيكسيا لو حصل اثناء الولاده. ولو واحد مدمن فاكتور النيو حصل له ايه؟ ودرول. يبقى انا استخدمه في ايه بقى؟ تشخيص. خلاص؟ تشخيص الناس الادكس. يعني عندي الدوائين تشخص بيهم. تستعمل الميكس الادجونست انتاجونست هيقفلك النيو. تستعمل الانتاجونست البيور بقى اللي بيقفل كل حاجه. فكرك بقى باخر استعمال المره اللي فاتت، فاكرين العيان المدمن بعد ما ربنا اكرمه وخف
وخرج بقى للمجتمع والحياه واصدقاء السوق والكلام ده، كنا عايزين نعمل له ايه؟ عايزين نقفل النيوم عشان لو الشيطان لقى في دماغه فكر ياخد مورفين تاني ما يجيلوش فوريا. كان القسم كان كاتب حتى ممكن يحصل له الديسفوريا لو انت فاهم. يبقى بعد ما العيان يخف نروح مديله نالتريكسون، يقولوا عليها بقى في الكتاب عندنا تو مينتين ذا اوبيت فري ستيت. فهمت معناها؟ عشان احافظ على العيان ده جسمه خالي من المدمنات اللي هي بتاعت المورفين واخواتها. فهمنا كده يا جماعه؟ خلصت كده مجموعه الاوبيتس وخدت حقها وزياده يعني. اتمنى ان شاء الله يعني نبتدي بقى نذاكرها عشان الموضوع بدا يوسع. النهارده ان شاء الله نبدا بقى في مجموعه ثانيه. حد عايز حاجه من السبوره بعد ما نمسحها يعني؟ شوف بس لو لا تروكسين هو كان مزود الدكتور الكتاب. نعم. لا تروكسين. لا. لا 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 خالص. النالتروكسين والنالوكسون الاثنين زي بعض. هما الفكرة فيهم إن أنت تقفل الأوبيت ريسبتور. ما لهمش بقى علاقة بإن أنا أزود الإندورفين فيكتور. كان مطلوب علاج الإدمان. ها؟ كان مطلوب علاج الإدمان. لا اللي كان بيزود الإندورفين كان الأكيوبانكشر اللي هي الإبر الصينية. كانش هما اللي كان بيزود افراز الاندورفين والانديفرنس اثناء المال اللي موجود عليه كان الليبر السريع. نبدا بقى ان شاء الله في المجموعه الثانيه في المسكنات. معلش فكروني كده، احنا كان عندنا مسكنات كانت بتتقسم ازاي لما كنا بنتكلم على مجموعه الانرجيزكس؟ اللي فاكر ازاي بتقسم الانرجيزكس؟ زي بنقسم المسكنات، كان في مجموعة أساسية اسمها سنترا، مش كده؟ مش المسكن لازم يشتغل على السي إن إس، وكان في مجموعة تانية بتشتغل بره السي إن إس اسمها بريفرال، ودي مش مسكنات حقيقية ومالناش دعوة بيها. تمام. اللي كان بيشتغل على السي إن إس كانت مجموعتين، مجموعة خلصناها اسمها مجموعة الأوبيويد أنالجيزكس، صح؟ أو يسموها ناركوتيك أنالجيزكس لأنها بتنيم، وكان النموذج بتاعها هو المورفين. كان في قصادها مجموعه ثانيه كده اسمها مجموعه نون ناركوتيك عشان مش بتنيم، او نون اوبيويد يعني ما لهمش علاقه بالافيون، او يسموه انتي بايريتيك انرجيزكس لانهم بيخفضوا الحراره. وكان اشهر مثال ليهم هو الاسبرين. حد فاكر الجدول الصغير اللي كان موجود في اول الموضوع؟ كان في فرق بينهم، مين الاقوى فيهم، اسبرين ولا مورفين؟ مورفين، بدليل ان المورفين بيضيع كل انواع التلف على الهرش. الاسبرين ومجموعته اللي هنبدا فيها ان شاء الله النهارده بتضيع ما يسمى بالسوبرفيشال بين. الفرق الثاني المورفين كان شغله فقط سنترال. الاسبرين بقى والبريفرال شغله سنترال وبريفرال. بيقول عليه انتي انفلاماتوري. ممكن تفتحوا شويه يا جماعه حتى لو بينقط معلش تحملوا بقى، واضح الناس بدات تتضايق من الانفاس يعني. ونقفل دي شويه. الاسبرين ما كانش بيحصل معاه ناركوزس، ما كانش بيحصل معاه تعود، ما بيحصلش معاه ادمان، خلاص؟ يبقى دي مقدمه عرفناها المره اللي فاتت في او اللي قبلها يعني في الاسبرين. تعالى بقى المجموعه دي كده بالتفصيل، وقبل ما نتكلم عنها اقول لك عشان كده يعني ما يثبت ان الفارما ما ينفعش تتقسم قوي يعني. هنتكلم النهارده عن مجموعه كل شغلها انها تمنع تكوين ما يسمى بالبروستاجلاندينز. مجموعه النهارده كلها بقى اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، المين اكشن بتاعها انها تنهبت ذا سينثيسيس اوف بروستاجلاندينز. عشان كده هنرجع نفتكر حاجه سمعناها في موضوع اسمه الاوتاكويدز، محدش ذاكره ومحدش بيهتم بيه، فمعلش يعني راجعين لنا تاني بقى ازاي بيتكونوا مجموعه البروستاجلاندينز. تبدا المجموعه كده تتكون من حاجه بنسميها السيل ميمبرين فوسفوليبيدز. كلكم عارفين كده ان السيل ميمبرين في مجموعه من الدهون كده اسمها الفوسفوليبيدز، كويس؟ الفوسفوليبيدز دي بتتحول لحمض، كلكم ان شاء الله فاهمين يعني سمعتوا حتى في البايو كيمستري اسمه اراكيدونيك اسيد، كويس؟ اشهر انزيم بيحول الفوسفوليبيدز لاراكيدونيك اسيد اسمه فوسفوليبيز سي. خدتوا الكلام ده في البايو ولا مش باين يعني؟ المهم ان انا حولت الفوسفوليبيدز لانترميديت فاتي اسيد اسمه اراكيدونيك اسيد، كويس؟ الاراكيدونيك اسيد ده بقى ليه سكتين. السكة الأساسية فيه اللي هي تقريبا تمثل يمكن 70% من الأراكيدونيك أسيد ده بيتحول لمركبات بنسميها على بعضها كده بروستاجلاندينز، كويس؟ ما تبصش في الكتاب، أتمنى بس أنت خليك معايا كده، الكتاب هيلخبطك، الكتاب قايل تفاصيل بقى ليها علاقة بالبايو كيمستري وكلام مالكش علاقة بيه في الفارما، إحنا على قد اللي إحنا طالبينه في الفارما. معظم الأراكيدونيك أسيد بيتحول لحاجة اسمها بروستاجلاندينز. في كم نوع بقى من البروستاجلاندين؟ في نوع يسموه بروستاجلاندين اي 2
ده اسمه بين قوسين كده بروستاسايكلين، كويس؟ وده بيعمل حاجتين ما يهمناش قوي في الجزء بتاع الاناليسيس، بيعمل دايلاتيشن بازو دايلاتيشن، وبيقلل حاجه بنسميها البليتلت اجريجيشن، بيقلل قدره الصفائح الدمويه انها تجمع بعض. وده مش هيهمنا قوي، ده طالع على فكره من اندوثيليا، طالع من بتاعه الشعير. نمره 2 حاجه بنسميها البروستاجلاندين اي والبروستاجلاندين اف، ده اللي بيعمل بقى كل حاجه، ده اللي بيعمل تقريبا كل الاكشنز اللي هنسمعها النهارده ان شاء الله. نمره 3 حاجه بنسميها ثرومبوكسان اي 2. طالع منين بقى الثرومبوكسان اي 2 ده؟ طالع من البليتلتس، وكان بيعمل عكس اللي بيعمله البروستاسايت، يعني كان بيجي على هو ده اللي بيوقف النزيف بقى، كان بيعمل فازو كونستريكشن ويزود البليتلت اجريجيشن. والاي والاف عكس بعض؟ مش دايما الاي والاف عكس بعض في حاجات كتير، لكن في حاجات شبه بعض مش هنفرق بينهم كتير بقى، مش الشغل البايوكيمست يعني. خلاص، مين بقى الانزيم اللي بيحول الاراكيدونيك اسيد الى بروستاجلاندينز؟ هو في خطوه في النص مالكش دعوه بيها، هتلاقي مكتوب حاجه اسمها سايكليك اندوبيروكسايد بروستاجلاندين جي وبروستاجلاندين اتش. لا احنا مش في بايوكيمستري بقى، انا عايزك تعرف ان ده عن طريق انزيمز بيتحول او بيكون بروستاجلاندينز. مين بقى اللي بيعمل كده؟ مجموعه من الانزيمات اسمها على بعضها كده سايكلو اوكسجينيز. في معظم الكتب هم نوعين، كوكس واحد واثنين، في كتابنا في نوع ثالث اسمه كوكس ثلاثة، واقول لك ان شاء الله بعد شويه كده اهميتهم ايه. الجزء الباقي بقى من الاراكيدونيك اسيد، الجزء الصغير من الاراكيدونيك اسيد بيتحول عن طريق انزيم اسمه 5 هايبو اوكسجينيز، عارف سمعت الكلام ده ولا لا؟ يعني بيتحول لمركبات اسمها ليكوترينز. ليكوترينز، ليكوترينز دي انفلاماتوري ميديتورز، اشهر حاجه بتعملها صح انها بتعمل اتاكس او برونكيال اسما، وليها ريسبتورز خاصه بيها مش مجالنا بقى النهارده. المهم ان هي لما بتتصنع بتشتغل على ريسبتورز معينه، الريسبتورز دي بتخلي البرونكايت يضيق وتطلع سيكريشن ويحصل شكل بتاع البرونكيال اسما. طيب انا عندي هنا ثلاث انزيمز كده، عندي حاجه اسمها فوسفولايبيز سي، وعندي الكوكس انواعه، وعندي حاجه بنسميها 5 لايبوكسيد. احنا فين بقى النهارده ان شاء الله؟ مجموعتنا بتاعت الاسبرين وكل المجموعه اللي هنتكلم عنها ان شاء الله المره دي والمره اللي جايه، اللي اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، بتعمل انهبيشن على الكوكس انزيمز. وظيفتها كده انها تعمل انهبيشن على السايكلو اوكسجينيزس، كويس؟ في كام احتمال بقى؟ يعني دول اللي انهبت السايكلو اوكسجينيز في كام احتمال؟ ممكن يكون دي انهبت كل انواع الكوكس، صح؟ او يقولوا عليه ايه بقى؟ فارما نون سيلكتيف كوكس، كويس؟ ممكن يكون بينهبت كوكس اثنين بس فيسموه سيلكتيف كوكس تو انهبيتور، وممكن يكون بينهبت ثلاثه بس فيسموه سيلكتيف كوكس 3. مش هنفرق بينهم دلوقتي قوي، بس انت مبدئيا كده اعرف كل مجموعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز طريقه شغلها انها تمنع تكوين البروستاجلاندينز، صح؟ هتعملها ازاي؟ عن طريق انها تمنع الانزيمز اللي بنسميهم السايكلو اوكسجينيز، سواء بقى منعت كله او منعت حاجه سبيسيفيك فيه. قبل ما اكمل بقى، الادويه دي تبقى مشكله في العيان اللي عنده برونكيال، فكر فيها بقى كده، الادويه دي هتبقى مشكله وبالتالي هتمنع استخدامها في الناس الازمه. ليه بقى؟ ده انا كده بتسال كده، قال لي الاراكيدونيك اسيد ده كان ليه سكتين، صح؟ طريق اساسي وطريق فرعي. انت جيت عملت ايه بالدواء بتاعك؟ زودت قفلت الطريق الاساسي، صح؟ قفلت ده شغل الاسبرين وفاته، وخليت الاراكيدونيك اسيد ملوش غير سكه واحده يروح كله ناحيه التكوين ليكوترينيز، فيعمل برونكيال اسيد. فاني عيان اللي عنده ازمه، مش كده؟ يعني لو واحد فينا اخذ اسبرين مش هيحس بكده، لكن اللي عنده برونكيال ازمه هيحصل عنده اتاك وبرونكيال ازمه، والسبب زي ما قلت لك كده في الفارما بيقول لك عليه حصل ديفيشن، خليت الاراكيدونيك اسيد ينحرف. هو كان ليه سكه مستقيمه كده ماشي فيها وسكه وحشه، انت قفلت السكه المستقيمه فانحرف كله ناحيه تكوين الليكوترينيز. خلاص، حد عنده اقتراح؟ ده مستوى عالي بقى شويه في الفارما، يعني انا مضطر ادي اسبرين في عيان عنده برونكيال ازمه وبلوك بلوك بلوك اقفل السكه الثانيه، صح؟ يعني ادي دواء يقفل الفايف لايبو اوكسجينيز، خلاص مش مهم اسامي، مش كده؟ طيب في حد ثاني لسه قايل لك حاجه، ليكوترين ده ليه ايه كده؟ ليه ريسبت؟ برافو عليك، اعمل ايه في الريسبت ده؟ اقفل الريسبت، خلاص؟
لكن لو اديته لوحده كده في البرونك الازمة انت جيت في مشكله في العين. فاضل بقى الفوسفولايبيسي ده اللي بيعمل له انهبيشن مجموعه اسمها ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي بين قوسين يعني عشان لسه ما خدناش بقى في اي حاجه بتهالي الشرم طبعا الكورتيزون. الكورتيزون بقى واخواته كلهم وده بيعملوه عن طريق حاجه مش مهم قوي النهارده بس هم بيكونوا بروتين اسمه لايبوبروتين هو ده اللي بيعمل انهبيشن على الفوسفولايبيز. سهله؟ خلاص يبقى انا عندي بقى ثلاث انزيمات اهو وعرفت ثلاث ادويه بيعمل لهم بلوك. اللي بيمنع الفوسفولايبيز سي ده مؤجل مجموعه الكورتيكوستيرويدز الكورتيزول بقى والادويه كتير اللي شبهه. وعندنا الانهبيشن النهارده ان شاء الله اللي بيمنع البروكس مجموعه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وعرفت بالمره بقى ان في حاجه هتمنع الفايف لايبوكسينيز عشان ما يحصلش عندي برونكيال ازمه. فالسؤال بقى للناس اللي شاطره يعني كلكم ان شاء الله شاطرين. دور الكورتيزول ايه في البرونكيال ازمه؟ يعني ايه علاقه الكورتيزول بالبرونكيال ازمه؟ انا عرفت الاسمين ممنوع عرفت السبب. ايه رايك في الكورتيزول في البرونكيال ازمه؟ يعني كويس ولا وحش ولا ما بيعملش حاجه ولا ايه نظامه ده؟ يقللها كويس طبعا كويس طبعا. ليه بقى؟ قفل المسار يعني انت قافل المسار من الاول فلا هيتكون عندك بروستاجلاندز ولا هيتكون عندك ليكوترايز. فهمنا الفرق بقى؟ يبقى الاسبرين في الازمه ممنوع الكورتيزول في الازمه علاج. لما ناخد ان شاء الله جزء من الفايلات انا هفكرك اكتر ادويه مهمه حاليا في البرونكيا الازمه ان انا ادي كورتيزول مخانه. تمام؟ عرفت كده الخريطه دي يا جماعه سهله؟ قبل ما نسيبها بقى في عندنا زي ما اتفقنا ثلاث انواع من الكوكس كويس؟ عشان ما تلخبطش نفسك بقى ان شاء الله في الكتاب. الكوكس واحد ده يقول عليه فيسيولوجيكال او يقولوا عليه كونستيتيوتيف بالعربي كده يقولوا عليه بناك. عارف بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجسم يصنع بروستاجلاندنز بتعمل حاجتين، يخلي الجسم يصنع بروستاجلاندنز وتعمل حاجتين حلوين قوي. تيجي على المعده قد الحمض المعده. كويس؟ بروستاجلاندن لما بيتكون في المعده بيقلل الحمض وبيعمل حاجات تانية مش عايز اوجع دماغك بيها بقى. بيعمل طبقه كده اسمها ميوكس وبيطلع بايكربونات وبيزود الدم اللي داخل على المعده. يعني خلاصه الكلام بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في المعده؟ مؤذي ولا حامل المعده؟ يقول عليها كلمه لو حبيت تعرفها النهارده كده يقول عليه جاسترو بروتكتيف. الكوكس واحد ده حلو هو اللي بيكون لك بروستاجلاندنز بتحمي خلايا المعده من الحمض بتاع المعده. الحاجه الثانيه الكوكس واحد ده بيؤدي الى تكوين بروستاجلاندنز بتزود وتعمل حاجه اسمها رينال بازو دايلاتيشن. بيزود البلد فلو انتو ذا كيدني مش كده؟ يعني معناها كده بيزود الرينال بلد فلو. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حلوه طبعا. يقول عليه برضه عشان لما تقراها ان شاء الله في كتب البطنه بعد كده يقول عليه رينو بروتكشن. سهل مش كده؟ يبقى كان الكوكس واحد ده مفيد ولا مضر؟ مفيد. الكوكس واحد ده مفيد جدا صح؟ ده اللي بيديك حمايه في المعده واللي بيديك حمايه على مستوى الكدني. طب ايه رايك بقى لو انا اديت دواء من مجموعه النون ستيرويد قفل كل انواع الكوكس؟ مش هو ده المقصود بكلمه نون سيلكتيف؟ هيعمل لي ايه؟ فكر كده انا دي الدواء من النون ستيرويدال قفل كوكس واحد واثنين وثلاثه بيعمل لي ايه مشاكل لما يقفل كوكس واحد ده؟ بيقلل البروستاجلاندين اللي بتحميني من القرحه مش كده؟ فهيجيب لي قرحه فعلا. وهيعمل ايه في الكلى؟ قل ريد فلو قل ريد فلو فمع الوقت تلاقي الكدني وظائفها قلت يجي لي حاجه اسمها نيفروباثي يعني اسمعها ان شاء الله. سهله يا جماعه كده؟ افضل بالنسبه لي في الطب ان انا ابعد عن كوكس واحد مش كده؟ اقفل كوكس 2 خير وبركه، اقفل كوكس 3 جميل. لكن المجموعه اللي فيها الاسبرين مشكلتها انها نون سيلكتيف. بتقفل كل انواع الكوكس. طيب كوكس 2 بقى وكوكس 3 دول هم دول سبب البلاوي كلها. كوكس 2 ده بيجي كده على سي ان اس ويعمل حاجه بنسميها بين. والبين هنا على فكره يا جماعه بقى عشان يبقى نخلص الموضوع يعني ونشرح بقى ان شاء الله الادويه سنترال والبينفرين. مش عارف تفتكروا ان شاء الله البين المره الاولى اللي اتكلمنا فيها عن البين بيحصل ازاي؟ فاكرين ترتيب الاحداث يعني؟ يعني المكان ده حصل فيه اي حاجه، حصل فيه انفلاميشن، حصل فيه انجري، حصل فيه سرطان، ايا كان بقى. كويس؟ بيتكون هنا حاجه بنسميها بين ميديتورز. لما
مواد كيميائيه بتنشط البين ريسبتورز. هم اهمهم حاجه بنسميها سيروتونين، حاجه بنسميها هيستامين اللي ما سمعناش عنه قوي، وحاجه اسمها كاينينز اللي هم اشهرهم كويس. الثلاث حاجات دول هم اللي بينشطوا قوي البين ريسبتورز. طب فين البروستاجلاندز في الموضوع؟ الكلام بقى الاعلى شويه من المره الاولانيه. البروستاجلاندز مش هم نفسهم اللي بينشطوا البين ريسبتورز. البروستاجلاندز بيعملوا حاجه اسمها سنسيتايزيشن، سنسيتايز ذا بين ريسبتورز تو بين مينيتورز. فهمت قصدي؟ يعني هم ما جوش على الخلايا العصبيه ونشطوها، لا، هم خلوا رد فعل الهيستامين والسيروتونين والبراديكاينين اقوى، فكانهم نشطوا الالم. اللي فاكر بقى العصب ده كده كان بيوصل يدخل جوه السباينال كورد، مش كده؟ الكلام بتاع المره الاولى ده ويعمل ريلي في حته اسمها الدورسال هورن بتاعت سبستانشيا جيلاتينوزا ده، مش كده؟ وبعدين يطلع البين حاجه اسمها سباينو ثلاثه تراك لحد ما نوصل الثالامس. اللي بينشط قوي الشعور بالبين في الثالامس هم البروستاجلاندز. اللي بينشط البين بيقول لك عليه بيلور ذا بين ثريشولد، يخليك تحس قوي بالبين. ويمكن انا قلت لكم ساعتها وانتم عارفين الفسيولوجي، لما نشط الثالامس احس بديفيوز بين، مش كده؟ يعني احس بالم بس مش قادر احدد موقعه. لما اوصل بقى باشاره البين للسنسوري اريا بتاعت الكوربس خلاص عرفت بقى ان المكان ده هو الوجع جاي من الحته الفلانيه. طب قول انت بقى بالله عليك، بالله عليك كده قول لي دور. انا خلاص عرفت الكوكس 2 ده بيعمل بين سنترال اهو عند مستوى الثالامس صح، والبريفرال ان هو جه على الخلايا العصبيه وخلاها احساسها عالي ناحيه البين ميديان. لما انا النهارده ادي اسبرين او ادي دواء نون ستيرويدال وقف الكوكس 2 ما راحش، انا اشتغلت ايه بقى؟ ما راحش ده بيعمل بين صح؟ يبقى المجموعه بتاعت الاسبرين تعمل ايه؟ تضيع البين، فيسموها صح؟ اشتغل سنترال ولا بريفرال ولا الاثنين؟ سنترال ولا سنترال الاثنين. جت هنا ومنع تكوين البروستاجلاندز فقللت الاحساس بتاع البين ريسبتورز، وجت على مستوى الثالامس ومنع تكوين البروستاجلاندز. بيقول لك عليها اليفيتس ذا بين ثريشولد. خلاص؟ يبقى تاني كده بسرعه، كوكس 2 ده لما بيشتغل ده يقول عليه على فكره انديوسبل، انديوسبل يعني بينشط مع الاصابه، بينشط مع الالتهابات، بينشط مع السرطان، مع اي حاجه فيها تيشو دامج، كويس؟ لما يشتغل بيطلع لك بروستاجلاندنز بتعمل بين، بتعمل بين فين بقى؟ على مستوى بره السي ال اس وعلى مستوى جوه السي ال اس. فلما اجي على فكره هي الطريقه السهله والله لمذاكره الاسبرين هي كده، البروستاجلاندن بيعمل كذا يبقى قصاد الاسبرين هيعمل كذا. البروستاجلاندز عملت بين سنترال وبريفرال، يبقى الاسبرين عمل العكس، انرجيزك سنترال وبريفرال. الحاجه الثانيه اللي بيعملوها بقى على مستوى سي ان اس بيعملوا حاجه اسمها فيفر، فيفر كويس؟ ما اعرفش انتوا برضه المواد اللي اخدتوها اخبارها ايه يعني، بس اي مكان بيحصل فيه تيشو دامج او بيحصل فيه انفكشن بيطلع مواد كده يسموها توكسنز، كويس؟ مين اللي بيبلع التوكسنز دي؟ فاجوسيتيك سيلز صح؟ فاكر انت بقى اللي هي الماكروفيجز والبوليمورفونيوكليكوسايتس والكلام الجميل ده؟ لما الخلايا بتبلع الماده التوكسيك دي بتطلع الخلايا الفاجوسيتيك سيل بتطلع حاجه اسمها انترلوكينز. سمعناهم؟ بتطلع حاجه اسمها انترلوكين واحد وانترلوكين سته والتيومر نيكروزس فاكتور والكلام ده. المواد اللي طلعت دي بتنشط تكوين البروستاجلاندز في البين. فهمت قصدي؟ يبقى انا حصل لي انفكشن اهو، جالي عدوى بكتيريا، البكتيريا طلعت توكسين. الكلام ده على فكره مكتوب في الكتاب والله عشان كده بقول. التوكسين ده اتبلع بخلايا فاجوسيتيك، بلعت التوكسين ده. لما بلعته راحت مطلعه هي نفسها بقى مواد اسمها سايتوكاينز. اهمهم انترلوكين واحد وحاجه اسمها تي ان اف اللي هو اختصار تيومر نيكروزس فاكتور. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حراره ازاي بقى؟ انت عارف؟ ان شاء الله عارف باذن الله، عارف الهايبوثالامس في حته اسمها هيت ريتنج سنتر صح؟ خدت الكلام ده تشيل؟ طيب ده مظبوط دايما على نقطه كده يسموها سيت بوينت صح كده يا جماعه؟ يسموها بالعربي على فكره الترموستات، الترموستات بتاع جسمنا زي الترموستات بتاع اي جهاز. طول ما انت حرارتك 37 جسم خلاص متوازن كده، الهيت برودكشن والهيت لوس قد بعض. افرض بقى في الحر كده حرارتك عاليه، حرارتك عاليه على السيت بوينت في الصيف مش كده؟ مين اللي بيحس ان في حراره عاليه؟ الهيت ريجوليت
هيتنج سنتر يبتدي يعمل ايه بقى؟ يقلل الحراره، يخليك تعرق، يخليك جلدك يبقى فيه شويه بازو دايلاتيشن. القصه بتاعت الهيت لوس افرض في الشتاء حرارتك قلت شويه زود، عايز يعليها مش كده؟ عايز يعليها للسيت بوينت، فيبتدي الهيت برودكشن يبقى اعلى من الهيت لوس، يحصل بقى شيفرنج ويحصل الاكل بقى والقصه بتاعت اللبس والكلام ده. طيب اللي بيحصل ايه بقى في العيان اللي عنده انفكشن؟ بيتكون عنده بروستاجلاندينز، خلاص؟ حصل عنده القصه اللي قلت لك دي كلها اللي هي الانتروجينز طلعت الكلام ده ونشرت الكوكس 2 فكون بروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز بتخلي السيت بوينت بدل ما هي 37 مجازا يعني بقت 41. كويس؟ السيت بوينت عليت. تقيس العيان حرارته تلاقيها 40. مثلا انت بالنسبه لك الحراره دي ايه؟ عاليه ولا عاليه ولا اقل ولا عاليه؟ عاليه. لكن بالنسبه للهايبوثالاموس ايه؟ اقل من الطبيعي، صح؟ ده هو متظبط دلوقتي على مقاس اسمها 41، بيعتبر ان النورمال تمبرتشر 41. فلو لقى حراره جسمك اقل يحاول يعليها. فكر كده نفسك انت اول ما بيجي لك دور الانفلونزا وبدات حرارتك تعلى، ده نفس اللي بيحصل فيك ايه؟ تترعش، صح؟ وعايز تتغطى والحقوني وغطوني وهتموتوني وبتاع. لما اخد بقى الاسبرين، عارف الاسبرين بيعمل حاجه في اللغه اسمها ري سيتنج. فكر فيها كده، ري سيتنج يعني ايه؟ ري يعني ايه؟ عارف يعني رجعت السيت بوينت بدل ما كانت عادي بايظه كده رجعت تاني 37، صح؟ انت حرارتك كام؟ 40 مش كده؟ هو فين ايه بقى لما لقى حرارتك اعلى من السيت بوينت؟ انها حراره عاليه، فابتدي يعمل ايه بقى؟ يزود الهيت لوس. تلاقي نفسك بعد شويه كده بدات تعرق وجلدك بدا يسخن كده، وانتوا باطلين ليه؟ انتوا عشان تموتوني برضه؟ يعني ده سببه ان هو رجع السيت بوينت تاني للنور، خلاص؟ يبقى ده بالنسبه كده لحكينا عملهم الاسبرين، خلاص؟ فكر معايا كده بقى واحده واحده ان شاء الله. لو ركزت والله في الجزء ده انت تقريبا خلصت الموضوع. احنا اتفقنا ان احنا عندنا كل قصه النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز قائمه على ان هم بيمنعوا تكوين بروستاجلاندينز. واللي مسؤول عن تكوين البروستاجلاندينز انزيمز اسمهم سايكلو اوكسجينيز. عندي كام نوع بقى من السايكلو اوكسجينيز؟ ثلاثه. اول واحد ده مفيد ولا مضر؟ بوكس 1 ده مفيد، ده اسمه كونستيتيوتيف. ايه فائدته؟ لما تشتغل بيطلع لك بروستاجلاندينز في المعده تحميها من القرحه. بيطلع لك بروستاجلاندين في الكدني توسع شرايين الكدني، يبقى ده يستحسن عدم قفله، لان لو قفلته هيجي لي قرحه ويجي لي مشاكل في الكدني. كوكس 2 بيعمل الاتي، اول حاجه عملها بين، عملها عن طريق شغله بريفرال، صح؟ بروستاجلاندينز خلت البين ريسبتورز مور سنسيتيف تو بين ميديتورز، وعن طريق سنترال اكشن انه كون بروستاجلاندينز في الثلمس فبقى البين سهل حدوثه. لو اديت اسبرين وقفت البروستاجلاندينز فعملت حاجه اسمها انالجيزك افكت بريفرال وسنترال، خلاص؟ نمره 2 بروستاجلاندين لما بتتكون في الهايبوثالامس بترفع السيت بوينت، فبين قوسين كده بتعمل لي حاجه اسمها فيبر. لما ادي اسبرين وقفت تكوين البروستاجلاندينز فالسيت بوينت رجع تاني نورمال فبدات افقد حراره. الحاجه الثالثه المهمه قوي اللي بيعملها كوكس 2 لما بيكون بروستاجلاندينز بيعمل انفلاميشن. عارف يعني ايه انفلاميشن، صح؟ يعني بيحصل ايه في المكان؟ لوس ديريتيشن، نسوا اطلس وتندرنس ولوس اوف فانكشن والكلام ده، صح؟ ليه بيعملوا كده؟ لان هم بيزودوا الكابيلاري بيرميابيلتي، يعني خلوا الكابيلاريز تطلع ميه مش كده؟ فيحصل بقى وتوسع الشرايين والكابيلاريز فالمكان يحمر ويبقى فيه اديمه والقصه دي. هم بيعملوها شخصيا، يعني بروستاجلاندينز تعملها هي بنفسها وتعملها عن طريق انها بتنشط البراديكاين. دورها كانتي كانفلاماتوري بروستاجلاندينز هي نفسها تعمل انفلاميشن، عملت كابيلاري بيرميابيليتي وبازو دايلاتيشن واديما، لكن هي كمان تزود الاكشن بتاع البراديكاين، يسموه بالانجليزي بوتنشيت، يعني تقوي الاكشن بيعمله البراديكاين، والبراديكاين ده من اقوى الحاجات اللي توسع الشرايين وتزود الكابيلاري بيرميابيليتي. يبقى ايه دور الاسبرين بقى ان شاء الله؟ يعني بروستاجلاندينز بتعمل انفلاميشن، صح؟ الاسبرين اسمها ايه بقى بالانجليزي؟ انتي انفلاماتوري، خلاص؟ انتي انفلاماتوري بنفسه لانه منع البروستاجلاندينز، وكمان عشان قلل القوه اللي بتحصل مع البراديكاين. فكرني بقى انت سمعت كده كام اكشن في الاسبرين لحد دلوقتي؟ انتي انفلاماتوري، سمعت ثلاث، مش كده؟ ان هو صح، معلش المره الاخيره انا الجسم سنترال ولا بريفرال؟ سنترال الاثنين هيشتغل على اي نوع من انواع الالام، يعني سوبرفيشال بين ولا ديب فيسرال بين؟ سوبرفيشال بين،
مع الناركوزس؟ لا نايم؟ لا مع التولرانس والديبندنس؟ مفيش الكلام خلاص؟ الاكشن نمره 2 رجع الحراره العاليه نورمال اسمها ايه؟ اسمها انتي بايوتيك انتي بايوتيك منع تبديل البروستاجلاندين في الهايبوثالامس نمره 3 منع الانفلاميشن فيتقال عليه انتي ده اهم حاجه عملها البروستاجلاندين بص بقى الاكشنز الاقل اهميه بالنسبه لي يعني فروموكسان اي 2 فكرني بيه ده كان بيعمل ايه؟ الاسبرين بالاسم كده بيعمل حاجه اسمها الريفرسبل انهيبيشن للثرومبوكسين اي 2 تيجي ان شاء الله في الشرح دلوقتي بس انت عشان تجمع معلوماتك بقى الثرومبوكسين اي 2 طول ما بيتصنع بالباث واي ده يلزق البليتلز في بعضها بيحصل ايه لما البليتلز تلزق في بعضها؟ مش الثرومبوكسين دي الاول اجريجيشن اوف بليتلز وبعدين كواجريشن فاكتورز بدات تشتغل فعملت جلطه انت جيت عملت ايه بقى؟ وقفت تماما الثرومبوكسين اي 2 خالص عملت ايه في الجلطه؟ منعت تكوين الجلطه بيقول عليه ايه الاكشن ده بقى؟ يعني صح بيقول عليه انتي بليتلز مش كده؟ بليتلز انت منعت شغلها بيقول عليه انتي بليتلز الاكشن الاخير بقى عشان ندخل في الجد بقى البروستاجلاندنز بتعمل حاجه يسموها اوكسيتوسيك اكشن البروستاجلاندنز بتصنع في الرحم بتعمل حاجه اسمها اوكسيتوسين سمعت هرمون اسمه اوكسيتوسين ده اللي بيعمل كونتراكشن في اليوترس اثناء الولاده البروستاجلاندنز بتعمل نفس الافكت بيسموه اوكسيتوسين يعني حتى هو بتسمي على اسم الهرمون طيب تخيل بقى انت اسبرين يعمل ايه؟ يعني لما بتصنع بروستاجلاندنز في الرحم بتعمل انقباض في الرحم صح؟ الاسبرين دوره ايه بقى؟ يمنع تكوين البروستاجلاندنز في الرحم فيعمل ريلاكسيشن اوف اليوترس ريلاكسيشن اوف اليوترس معرفش سمعت المصطلح ده قبل كده ولا لا بس يقول عليه كده في الفارماكولوجي توكوليتيك توكوليتيك اي دواء منهج في الطب عموما يخلي اليوترس ما ينقبضش ويعمل ريلاكسيشن يقول عليه توكوليتيك حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ يعني واحده ست بتاخد اسبرين كتير وهي حامل عندها جيت معادي الولاده ايه اخبار الولاده؟ اخرت يعني اليوترس ما عادش بينقبض كويس لان هو من ضمن الحاجات اللي بتعملها انقباض تكون بروستاجلاندين. تقول يا جماعه ولا ماشيين كده؟ نرجع نقول الكلام ده تاني ان شاء الله حالا بس احنا عرفنا مجموعه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري درجز على بعضها. بص بقى في الكتاب ان شاء الله عشان ايه؟ يعني لو في ملاحظات اقول لك عليها اول باول كده هو الكتاب معرفش عندكم صفحه كام؟ خلينا سيكشن سنترالي ولسه الرسمه قدامك اهو الريليف البين كمان بريفرنت النقطه ريفرنت دي ان هم بيقللوا درجه الحراره العاليه ده سبب تسميتهم يعني انتي بايريتك ومعظمهم ما عدا الباراسيتامول بيبقى لهم كمان انتي انفلاماتوري اكشن يعني انت فهمت ايه من الكلمه دي الباراسيتامول اخباره ايه بقى؟ لا الباراسيتامول لما تجيله ان شاء الله المره الجايه هيبقى انرجيزك وانتي بايريتك وكل سنه وانت طيب خلص الباراسيتامول الاسبرين انالجيزك وانتي بايريتك وبيعمل كمان اكشن اضافي بقى اللي هو انتي انفلاماتوري. طيب تعالى بقى بص الميكانيزم اوف اكشن انا ما اعرفش هي الرسمه دي هتنفعك ولا لا بس انا يعني ما بحبهاش رسمه الكتاب دي رسمه مزعجه شويه هي دي اللي قدامك كده بشكل مبسط كده واللي عليك ومفيش بقى تفاصيل بتاعت البايو كيمستري اللي هي اسامي ملهاش لزوم. عرفت الباث واي اللي بيحصل ازاي بيتكون بروستاجلاندنز وازاي بيتكون ليكوتراينز والثلاث انزيمات اللي عليه بقى كل واحد فيهم يبقى ايه الجزء اللي بعد كده هو مكتوب تايبس اوف سايكل اوكسيجينيتد ديفايس احنا قلنا تقريبا كل حاجه كده قلنا توكس واحد
توكس 2 ده سبب المشاكل كلها، هو اللي كون بروستاجلاند بتعمل بين وفيفر وانفلاميشن. توكس 3 بقى بالمره، هو ده على فكره عليه خلاف شديد، في ناس لما بتقرا الكلام ده تعتبر ان احنا بنخرج ومتالف والله، بس انت يعني مضطر بقى تعرف الكلام ده. توكس 3 في كتابنا احنا موجود ان هو موجود في سي ان اس فقط ده. صح؟ هو الكوكس وظيفته ايه عموما سواء في سي ان اس او بره؟ الكوكس ده وظيفته انه يكون بروستاجلاند، صح؟ الكوكس 3 ده لما يشتغل يكون لك بروستاجلاندين في سي ان اس، مش كده؟ طيب يعملوا ايه بقى البروستاجلاندين في سي ان اس؟ بروستاجلاندين في سي ان اس عملت ايه؟ عملت بين، صح؟ وعملت فيفر، مش كده؟ يبقى لما يكون عندي دواء بيقفل الكوكس 3 هيعمل ايه؟ هيعالج البين يبقى انالجيزيك، ويعالج الفيفر يبقى انتي بايرتيك. عارف الدواء ده مين بقى؟ هو الباراسيتامول. هو الباراسيتامول. الباراسيتامول اللي هو البنادول بتاع السوق ده، ده بيشتغل فقط على كوكس 3. فكل شغله على مستوى السي ان اس، لان اصلا الانزيم ده مش موجود غير في السي ان اس. وهو اللي بيكون لك بروستاجلاندينز في السي ان اس، بتعلي الحراره وبتعمل الام. لما تعطله يبقى انت اشتغلت كانالجيزيك وانتي بايرتيك. هتلاقي بعد كده بس عشان ما نضيعش وقت بقى كاتب لك ايه هما السايكلوس ريليز بيعمل ايه بقى في السنترال والبريفرال. الجزء اللي جاي بعد كده رجع تاني، رجع تاني كتب لك نفس الرسمه بس جايبها من مصدر تاني، او حسبها من الاولانيه. يعني الاولانيه دي ما كانتش لطيفه قوي، الثانيه اسوء منها. خلاص احنا استغنينا عن الرسمتين دول بالرسمه الغلبانه بتاعتنا. جه بعد كده بقى دخلنا على الدراجز بقى. تقسيمه المجموعه اللي اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. انت عرفتهم. في كام نوع، في كام مجموعه من الادويه اللي بتمنع الكوكس؟ كام نوع، كام مجموعه؟ نون سيلكتيف. مجموعه ممكن تقفل الثلاثه، صح؟ اسمها نون سيلكتيف، مش كده؟ قول لي بقى الميزه اللي فيها والعيب اللي فيها عشان منع وتكوين البروستاجلاندين سنترال وبريفر، مش كده؟ فعالجوا الحراره بين، وعالجوا فيبر، وعالجوا الانفلكشن. امال ايه العيب اللي فيهم؟ كوكس 1. قفله كوكس 1، صح؟ فتوقع بقى معاهم فرحة معدة، توقع معاهم رينال على المدى البعيد، كويس؟ المجموعة دي هتلاقي فيه 500 كده حاجة تحتها أنت ما عرفتش، مالكش دعوة بيهم خالص، أنت كل اللي عليك تعرف أول مجموعة بس اسمها مجموعة الساليسيليتس اللي هي فيها الأسبرين، كويس؟ وخلي بالك من دلوقتي حالا كده يا حمية، الأسبرين هو الوحيد في كل الأدوية النون ستيرويدال اللي بيعمل حاجة اسمها إيرريفرسيبل إنهيبيشن أوف كوكس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سكروا ده. وانا مش ده عندي انزيم هو اسمه الكوكس، مش كده؟ اي انزيم في الدنيا لما توقفه يبقى عندك احتمالين. إيه؟ يا انت وقفته شويه وبعد كده رجع اشتغل يبقى اسمها ريفرسبل انهبيشن. يا اما بوظت الانزيم خالص يبقى انت عملت حاجه اسمها ايرريفرسبل انهبيشن. كويس؟ الوحيد وللمره المليون واللهم قد بلغت، الوحيد في كل المجموعه اللي بيعمل ايرريفرسبل انهبيشن هو الاسبرين. الاسبرين ده اسمه العلمي اسيتايل ساليسيليك اسيد، صح؟ الاسيتايل جروب اللي فيه دي هي بتبوظ الانزيم. الاسيتايل جروب اللي في الدواء هي اللي بتعمل ايرريفرسبل انهبيشن اوف ذا انزيم، خلاص؟ يبقى انت عليك فقط لا غير الساليسيليتس. الاسامي الثانيه ان شاء الله لما يجي بقى موضوعها بقى هقول لك والله الدواء الفلاني ده احسن من الاسبرين في كذا او اوحش من الاسبرين في كذا. يبقى تحت المجموعه اللي اسمها نون سيلكتيف هنذاكر فقط الساليسيليتس. نمرة 2 عندنا مجموعة اسمها Selective COX-2 Inhibitors. قول لي بقى ايه اللي هتعمله ايه بقى بالظبط؟ Selective COX-2 Inhibitors. هتشتغل كأنالجيزيك وأنتي بايريتيك وأنتي إنفلاماتوري، صح؟ أمال إيه الميزة اللي فيها بقى عن الأسبرين؟ Selective COX-2 يعني مالهاش دعوة بإيه؟ يعني مفيش قرحة ومفيش مشاكل في معلش للأمانة العلمية والله، للأمانة العلمية، في قاعدة كده في الفارماكولوجي اسمها selectivity is not absolute. صح كده؟ selectivity is not absolute، يعني أنا اسمي selective COX-2، صح؟ طول بقى في الاستخدام بتاعي واديني جرعات كبيرة فقدت selectivity. ما بقتش بقفل COX-2 بس، بقيت بقفل كمان COX-1. فسؤال بقى، selective COX-2 دول يحصل معاهم ألسر ولا يحصل معاهم رينال امبيرمنت ولا لا؟ يحصل معاهم بقى جرعات كبيره فترات طويله، والفترات على فكره اهم.
يعني استعمال فترات طويله هو ده اللي بيبوظ الدنيا. فقدنا بقى ساعتها السيليكون خلاص. يبقى الدواء، وعلى فكره ما عندكش غير دواء واحد بس اسمه سيليكوكسيب، اسمه سيلي سي اي ال اي كوكسيب. كوكسيب من الاخر اسم دي على فكره اختصار للاكشن بتاعه. كوكس انهبيتور صح؟ كوكس دي اللي في اخر اسم اختصار لكوكس انهبيتور. كويس؟ اخر مجموعه بقى اللي بتقفل الكوكس ثلاثه بس. سيلكتيف كوكس 3 انهبيتور. معلش اخر مره هو الكوكس 3 اللي كان موجود فين؟ زي الناس بري. كويس؟ وكان لما يشتغل صنع لك بروستاجلاندز بتعمل بين وفيبر. يبقى لما تقفله بالدواء يبقى انت اشتغلت انرجيزك وانتي بايريتك وانتهى الاكشن على كده. ملوش اي حاجه بره السي ان اس. اللي بيعمل كده دواء اسمه الباراسيتامول. خلصنا كده بقى من التقسيمات. نبدا كده ان شاء الله في اول مجموعه اسمها مجموعه السلسلين. الصوت يا شباب والله لو يعني كده شويه كده هننزل ونخلص واحترم وجه الله شويه بدري. انا عارف الناس بتشتكي تحس ان الفار معايا اطول حصه وابوخ حصه بس معلش والله غصب عننا يعني. تعال بقى ناخد المجموعه الاولى كده. أول مجموعة اسمها مجموعة السلسليتس. العنوان الكبير لو تفتكروا نون سيلكتيف كوكسيب. خلاص المجموعة دي بقى هنمشي كده إن شاء الله معانا كده. أولا المجموعة دي كلها السورس بتاعها سينثيتك. كويس؟ شو عارفين السكيل بتاع المشكله؟ سورس كيمستري فارماكوجينيتكس فارماكوجينيتكس وجع القلب كلهم ار سينثيتك. ما عندناش حاجه جايه من مصدر طبيعي. على عكس بقى لو انت فاكر مجموعه المورفين الكيمياء بتاعتهم كلمه مهمه قوي كلهم مشتقين من حمض اسمه ساليسيليك اسيد. كل مجموعه الساليسيليتس ار ديريفاتيفز من حمض اسمه ساليسيليك اسيد. طيب في سؤال بقى مهم قوي، هو ينفع استعمل الساليسيليك اسيد نفسه ده كمسكن مخفض الالام ومش عارف خفض الحراره والكلام ده كله؟ مستحيل. لانك بالظبط بتدي العيان في معده الحمض بالظبط كانك بتديله حاجه كاويه. عشان كده الساليسيليك اسيد نفسه رغم ان هو فيري باورفل رغم ان هو قوي جدا كمسكن مخفض الحراره والكلام ده لا يستخدم ابدا سيستميك. هنسمعه ان شاء الله بقى المره الجايه بيتحط على الجلد. بيستعمل على الجلد كده لاستعمالات يعني مهم اقول لك ان يعني هتتقال لكن نيفر يوزد سيستميكالي. مستحيل استعمله ابدا سيستميك. هيعمل ابلكيشن جامد قوي في الجي اي تي فيجيب لي قرحه ويجيب لي غثيان وشيء ونزيف وكل حاجه. ده اوحش اوحش يبوظ الفينز بيحرق الفينز ده ماده كاويه. خلاص يبقى انا عندي مجموعه كده كلهم مشتقين من الساليسيليك اسيد. هيرجع بعد كده كتاب القسم يقول لك احنا عندنا نوعين من المشتقات من الساليسيليك اسيد او من الساليسيليتس. مجموعه بتتاخد سيستميك صح؟ اللي هي الاسبرين واخواته. تفتكر دي اريتنت ولا نون اريتنت؟ لا هي ليس اريتنت. هي ليس اريتنت يعني اقل حته شويه من الحمض شخصيا. عندي هنا بقى دواء اسمه اسبرين اللي هو الاسيتات ساليسيليك اسيد ده هيتذاكر كويس قوي. دواء اسمه صوديوم ساليسيليك ملوش اهميه غير في معلومه واحده اقول لك ان شاء الله بعد شويه. دوائين كده على الماشي لو حفظتهم حفظتهم ما حفظتهمش مفيش مشاكل. دواء اسمه بينورال او بينورايليت وده اسمه داي فلوريزيرم. اسئلتنا كلها كلها على الاسبرين او على المجموعه بقى اللي هو بيسموها تحت عنوان السلسلين. يبقى دول اللي اقدر استعملهم فعلا عشان اعالج الالام والحراره والانفلاميشن. المجموعه الثانيه اسمها سلسلينز فور لوكال يوز معناها ما اقدرش اخدها ابدا سيستميك عشان هي اكستريملي فيها الحمض نفسه اسمه السلسليك اسيد وفيها مشتق اسمه ميثايل ساليسيليت. ميثايل ساليسيليت اللي هو بيتحط بقى على المفاصل والعضلات عشان يقلل البين. فاكر حاجه اسمها كاونتر اريتيشن؟ هو ده بيعمل كده بيتحط كده عشان يخلي البرين ينسى موضوع الالم وينشغل بالاريتيشن اوف ذا سكين. يبقى دي مجموعه ثانيه كده بتستخدم فقط موضعيا. تعالى يعني بقى نكمل سكين. انا عرفت السورس وعرفت الكيمستري. سوء حظنا ان مجموعه الاسبرين دي فيها كلام مهم في الفارماكوجينيتكس. هي كلام مهم هو معظمه عدى علينا في الموديول الاولاني خالص. مش عارف كان نظامنا ايه بقى فاكرين ولا مش فاكرين ولا واحده واحده كده ان شاء الله مع بعض. هو بدل بتكلم على فارماكوكينيتكس يبقى بتكلم على اربع حاجات ابسوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسبريشن صح؟ الاسبرين
والمجموعه اللي بتتاخد سيستمك دي ار فيري ويل ابزوربد اوي. ده الطريقه الطبيعيه لاعطاء الاسبرين اللي انا اخده عن طريق الفم. ارجع بقى افكرك بقاعده مهمه قوي سمعناها زمان في الجنرال. لما احط دواء اسيديك في مكان اسيديك معظم الدواء هيبقى على شكل يقول عليه ان ايونايزد او نون ايونايزد كويس. والشكل ده اللي ما عليهوش شحنه ده بيبقى ليبيد سوليد، يبقى ليبيد سوليد فيقدر يعدي بسهوله من السيل ميمبرين يبقى امتصاصه رائع كويس. ولما احط الدواء في ميديوم الكالاين، لما احط الدواء في ميديوم عكسه بقى معظمه هيبقى ايونايزد فامتصاصه ما يبقاش عالي قوي تمام. طيب بص بقى الاسبرين مكتوب عليه جمله ان شاء الله هتفهمها يعني. الاسبرين is better absorbed from the stomach. لا لا هو ما في انا ما خيركش اللي هو ده صح. الاسبرين is better absorbed from the stomach كويس. السبب في كده ايه؟ اسيد في اسيد. السؤال بقى المنطقي هو الاسبرين او اي دواء في الدنيا امتصاصه بيحصل من الاستومك ولا من الانتستين؟ سمول انتستين. اي دواء بيحصل امتصاصه من سمول انتستين. اشمعنى سمول انتستين؟ عشان السرفيس عالية وعشان السرفيس عالية وعشان الزمن الدواء بيبقى ان كونتاكت مع المكان فتره طويله صح. يبقى نظريا الاسبرين يمتص حلو قوي من المعده بس فعليا مش هيلحق، هينزل على الامعاء قبل ما يحصل له امتصاص. يبقى جزء بسيط منه هو اللي بيبقى ابزورب فروم ذا ستوم خلاص. ايه بقى مور فروم ذا انتستين بقى؟ كما الاسبرين يمتص من الانتستين احسن. ليه بقى؟ عشان انت عرفت ده سيرفس اريا كبيره وبلاد سبلاي عالي وتايم كونتاكت كبير. يبقى الاسبرين قاعده بقى خلاص نظريا بيتر ابزوربد فروم ذا ستومك عشان اسيد في اسيد فمعظمه ان ايونايز، لكن ككم بقى مور ابزوربد فروم ذا انتستين اللي هي دي المكان اللي ربنا خلقه عشان الامتصاص. تعالى بقى الديستريبيوشن دكتور سواء يعني قبل يوصل مش هيكون يعني ممتص بكميه كبيره. لا خالص مش هيلحق، هيمتص منه جزء طبعا، لكن انت الفكره كلها ان الدواء بيقعد في المعده فتره صغيره يحصل له ديسنتجريشن وديسولوشن وبعدين ينزل بقى على سمول انتستين مش هيلحق يمتص منه في الجهاز. طيب معلش تركيز بقى يا جماعه، حته الديستريبيوشن دي انتوا كلكم فاكرين لما بنتكلم على الديستريبيوشن انا بتكلم على ثلاث نقط يا ترى الدواء بيعدي ولا لا؟ بلد برين بارير خلاص انتهينا منها، كل اهميه السي ان اس وصلت. الحاجه الثانيه عدى ولا لا؟ ده سنتر بارير الاسبرين. معلش انا مش عايز اضيع وقت في المورفين والله، بس المورفين كان بيعدي ولا ما كانش عدى؟ عدى. كان حلو ولا وحش؟ وحش. لو اتاخد اثناء الحمل يعمل ادمان للطفل مش كده؟ ولو اتاخد اثناء الولاده يفطس الطفل نيوريتا الاسبرين. طيب الاسبرين اللي عايز يعرف، اللي عايز يعرف الاسبرين لما بيعدي في لو خدته الام الحامل في اول ثلاث شهور الاسبرين تراكتوجينيك. الاسبرين بيعمل تشوهات في الجنين كويس؟ وان شاء الله لما ناخد المره الجايه اعراضه الجانبيه هفكرك. بيتولد الطفل عنده حاجه اسمها كاردياك سيبتال ديفكت. فاهم معناها؟ مش انت المفروض عندك بين الاتريا وبعضها حاجز وبين الفنتريكلز وبعضهم حاجز مش كده؟ هو بيبوظ الحواجز دي فبيعمل حاجه اسمها كاردياك سيبتال ديفكت. مش مكتوبه دلوقتي مكتوبه بعدين، لكن انت عرفت ان هو اثناء الحمل في اول ثلاث شهور بيعمل تشوهات. طب يا ترى بقى في الاخر اواخر الحمل بقى حلو ولا وحش؟ وحش للحامل صح. وحش للام ليه بقى؟ فاكر انت من شويه كده البروستاجلاندز كان بيعمل اوكسيتوسين ده ساعه الولاده ايه اللي بتخلي اليوترس ينقبض ساعه الولاده. انت بتديها اسبرين مانع تبديل الاوكسيتوسين ده فيحصل حاجه اسمها توبوليتيك اكشن تلاقي الولاده قفلت وقت طويل قوي. يبقى هو اللي عايز يعرف الاسبرين بيعدي بلاسنتا مؤذي في اول ثلاث شهور عشان تراكتوجينيك ومش حلو برده في اخر الحمل عشان بيعمل ديلي ليبر. وبالمره بقى نزود النزيف اللي بيحصل بعد الولاده. الاسبرين بيعمل مشكله الولاده النزيف هنعرفها ان شاء الله بالتفصيل. والولاده عاده بعدها نزيف حاجه اسمها بوست بارتم هيموريج لازم بيحصل. لو انت مدي اسبرين هيزود النزيف قوي. عشان كده الاسبرين مش مفضل لا في الايرلي بريجنسي ولا في الليت بريجنسي. تمام؟ طيب النقطه الثالثه بقى فاكر انت الادويه لما كانت بتدخل على البلازما كان جزء منها بيبقى ماسك على البلازما بروتينز صح؟ وجزء منها كان بيبقى حر بتقول عليه فري دراج. فاكرين الفرق بينهم؟ اي دواء مثلا بص خلي مثلا الكور دي هي البلازما البومين كويس؟ وبعدين جه الاسبرين اللي هو باللون الازرق ده اسبرين اديته ماسك على بلازما بروتينز تمام؟ جزء منه باوند
وجزء منه فري حر مش ماسك على بلاستيك. صح. الجزء الحر ده هو اللي بينتشر في الجسم وبالتالي هو الاكتف وهو اللي هيتكسر بعد كده في الكبد وينزل في البول. الجزء اللي ماسك على بلازما بروتينز ده ما هواش اكتف, ده عباره عن مخزن. كويس. طيب معايا بقى ان الازرق ده بقى مش اسبرين ولا اسبرين ماسك خلاص, الاسبرين لوحده كده هيبقى يقول عليه هايلي باوند. وما تشغلش بالك بارقام مش عارف 70% 50% معلش دعوه بالارقام دي, اللي يهمني ان هو ماسك بشكل قوي على البلازما بروتينز. خلاص يعني الرابطه بينه وبين البلازما بروتينز رابطه قويه. طيب انسى بقى شويه اسبرين كده, عيان بياخد دواء اسمه وارفرين. يطلع يبقى الوارفرين ان شاء الله اورال انتي كوانجن. صح. اورال انتي كوانجن يعني هدفه ايه في الطب؟ هدفه ايه في الطب؟ ايه اسمه كده؟ لو انت بتدي لا 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 غير الثرومبوكسات, مش دعوه بالثرومبوكسات, الثرومبوكسات على البلاتلتس. كويس. انا بتكلم على الكواجيليشن فاكتورز. خلاص. لما ناخد الوارفرين ان شاء الله في البلد بيمنع تكوين فاكتورز مهمه كده ما 2 و7 و9 و4. خدت البلد ولا سيبك؟ مهم الوارفرين بيتاخد عشان امنع تكوين الجلطات, والمفروض انها تبقى جرعته مظبوطه عشان ما تجيليش جلطه وما يبقاش مستواه عالي في الدم احسن يجيلي نزيف. صح كده؟ طيب الازرق ده وارفرين وانت دكتور شاطر ومدي جرعه وارفرين مظبوطه بحيث ان الجزء الباوند اهو والجزء الفري اللي بيشتغل وانت ظابط الدنيا ومفيش مشاكل خالص, لا بكون جلطات ولا بنزف. جه العيان ده بقى اخذ اسبرين. واخر حاجه فيري كومن ان العيان ده ياخد في وقت من الاوقات اي دواء نون ستيرويد. طيب هتبدا تحصل خناقه ما بين الاسبرين اللي هو الاسود ده وما بين الوارفرين على البلازما بروتينز. الاماكن بتاعت البلازما بروتينز اماكن محدوده فنبتدي نتخانق مع بعض مين بيكسب في اي خناقه؟ الاسبرين اقوى مش كده؟ في اي خناقه اي حد اللي هيضرب هو الضعيف. هيحصل كده بالظبط, يجي الاسبرين اللي بالاسود ده يقعد مكان الوارفرين ويطرد الوارفرين من على البلازما بروتينز. عملت ايه؟ بيسموها بالانجليزي ديسبيسمنت. صح. لما تزيح اللي كان ماسك على البلازما بروتين ما بيشتغلش حولته لفري, الفري ده هو الاكتف. كانك عملت ايه بالظبط؟ كانك اديت اوفر دوز, فيجيلك العيان في نزيف. خلاص فهمنا دي يا جماعه؟ طب سؤال بقى للناس اللي فهمت, انا مضطر ادي اسبرين اذا عنده مثلا روماتيزم ولا اي كان مضطر ادي وارفرين قبل الجرعه بحيث ان هو لما يتزاح ما يبقاش الليفل الفري بتاعه عالي. وصلت؟ عرفنا كده ان في انتراكشن مهم قوي, في ده علاقه تنافسيه ما بين الاسبرين والاذر دراجز. اهم دواء يخطر على بالك دايما هو الوارفرين لان هو ده الدواء الضعيف, هو ده اللي ماسك على بلازما بروتينز بشكل ضعيف. لا لا يعني هو لازم كفايه الاسبرين عشان يمنع الجلطات, ده مش دايما كفايه لان هو بيشتغل على حاجه اللي هي البليتلز, ودول بيشتغلوا على حاجه اسمها كواجيليشن فاكتورز بيكملوا بعض. خلاص. او مش شرط تكون باخد الاسبرين عشان الجلطات, انا باخد الاسبرين عشان مفاصل عشان الرقم الروماتيزميه ايا كان. يعني يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الديستريبيوشن, عرفنا بقى بيعدي بلاك بري بارير ولا سنتر بارير, وعرفنا مشاكله اول الحمل واخر الحمل, وعرفنا مشكله انه ماسك قوي على البلازما بروتينز وبالتالي هيحصل تنافس بينه وبين الادويه الثانيه. تعالى بقى لجزء الميتابوليزم ده. معظم الاسبرين يعني تقريبا 70% من الاسبرين كده لو افترضنا ان هو 70% منه بيتكسر في الليبر بحاجه بنسميها هيباتيك مايكروزومال انزايمز. كويس. بيحصل ايه بقى في الليبر؟ بيحصل له حاجه اسمها كونجوجيشن ويت جلوك يورونيك اسيد, عارفينها دي مش كده؟ يمسك معاه مركب اسمه جلوك يورونيك اسيد ويتحول لمركب ملوش اي قيمه بينزل في الوراق. اللي عايز يبقى شاطر قوي ممكن يسبك معاه ماده اسمها جلايسين, ونفس الحكايه هيدي مركب ملوش قيمه ينزل في الوراق. خلاص. يبقى المين فيت المصير الرئيسي بتاع الاسبرين يحصل له ميتابوليزم باي ذا ليفر, والميتابوليزم هنا عن طريق مينلي كونجوجيشن ويت جلوك يورونيك اسيد وشويه صغيرين كده مع مركب ثاني اسمه جلايسين. جزء بسيط جدا من 70% دول, جزء لا يتجاوز 1% بيحصل له حاجه اسمها اوكسيديشن ويدي مركب اكتف اسمه جنتسيك اسيد. خلاص. يبقى الاسبرين معظمه كونجوجيشن ومركب ملوش قيمه نزلنا بيه في البول. شويه صغيرين قوي حصل لهم اوكسيديشن. حد فاكر مجموعه البنزودايزابينز؟ كان لما يعدي يحصل لهم اوكسيديشن يدوا حاجه اكتف وبعد كده كونجوجيشن يدوا ان اكتف. هو الاسبرين معظمه بيتكسر عادي بقى
بالكونجوجيشن، لكن جزء صغير قوي منه بيحصل له اوكسيديشن ويدي مركب اسمه بنتسيتا. خلاص فاضل ايه بقى؟ اكسكريشن. وقبل ما اقولها بقى فاضل قبل ما اقولك الاكسكريشن، الاكسكريشن ده هيبقى في الاسبرين نازل في اليورين باكتر من شكل كويس. اكتف هو اكتف بمعنى ان هو ليه دور مسكن، بس هو ليه مشاكل تانية بقى اللي هي بعدين. هو بيجي هو اللي بيكسر خلايا الدم الحمراء لو في عندنا مشكله الانيميا فول جاي ان شاء الله مره جايه. الاكسكريشن بتاع الاسبرين، الاسبرين هيبقى جزء كبير قوي منه نازل على شكل الاكتف ميتابولايت صح. حصل ميتابوليزم وكونجوجيشن والتاني مركب جديد نزل في الجول. اللي باقي من الاسبرين لو اخدت بالك 30% دول بينزلوا في اليورين انشينجد. فاكرين معناها؟ ينزل في اليورين unchanged. يعني ايه unchanged؟ يعني زي ما هو، يعني نازل على شكل اسيتايل ساليسيليك اسيد. ايه قيمه المعلومه دي بقى؟ انا عندي حاجتين هنا هينفعوني، ان المركب ده اسيدك وانه نازل في اليورين جزء كبير قوي نازل زي ما هو من غير ما تغير الكيمياء اللي فيه. لو انا جالي تسمم اسبرين هيبقى عندي مشكله في التخلص من ال 30%. حد عارف ليه؟ لو انا جالي تسمم اسبرين 30% منه نازلين في اليورين زي ما هما دول دواء اسيدك والميديم بتاع اليورين اسيدك، فمعظم الاسبرين في اليورين هيبقى انايونايزد يرجع تاني للدم، يحصل له حاجه بنسميها ري ابزوربشن. الكلام بتاع السنه اللي فاتت ولسه قايلينه حالا. فاكر لما قلت لك الدواء الاسيدك في ميديم اسيدك يبقى معظمه انايونايزد، والانايونايزد ده ليه سولبل يعدي من اي خليه. لما تيجي هنا في النفرون كده انت عندك خليه هنا في النفرون اهي وعندك الاسبرين على شكل ان ايونايز، هو بيحب الدهون اكتر من الميه فيسيب الميه بتاعت البول ويرجع يختلط السيل ميمبرين بتاع النفرون ويرجع لك على الدم تاني. عشان كده بيسموها في الانجليزي ري ابزوربشن، يعني حصل له ما يسمى باعاده امتصاص. يعني كل ما ترمي شويه اسبرين في اليورين يرجعوا لك تاني. والعيان متسمم وهيموت منك تعمل ايه بقى؟ هدفك انك تخلي الاسبرين هنا ايونايزد صح؟ مش ده هدفك؟ عشان الايونايزد بيحب الميه هيفضل شارك في الميه وينزل في اليورين. اعملها ازاي بقى؟ الاسبرين زي ما قلت لك اسيدك وهيفضل طول عمره اسيدك، مش قادر اغير طبيعته الكيميائيه، لكن اقدر اغير الاتش اوف ديجر. اخلي الاسبرين الاسيدك في ميديم الكالاين ساعتها هيتأين وساعتها هينزل بسهوله في الميه. اعملها عن طريق مركب اسمه صوديوم باي كربونات. دي كده بقى ان شاء الله للمره الجايه بنستعمل الاسبرين يبقى توكسيك. من ضمن الحاجات اللي اعملها ان انا ارميه في اليورين. اللي مش فاهم يا جماعه بقول له بعد الحصه الكلام ده المفروض احنا سمعناه في موديول من ذات الموديولات، يعني اول موديول يمكن في الفرع، ولكن حاجه مهمه انك انت تعرف الدواء بيمتص امتى. لو كان ان ايونايزد يبقى ليبيد سوليبل فيعدي من السيل ميمبرين، لو كان ايونايزد يبقى بيحب الميه ما بيحبش الدهون فيبقى مروره من السيل ميمبرين فيه صعوبه شديده. نفس الكلام ينطبق هنا. حتى لو تفتكروا الناس اللي حضرت معانا اللي بيسموها ايون ترابينج. ايون ترابينج لانك انت حبست الايونات بتاعت الدواء جوه المكان ما خليتش تدخل على الدوره الدمويه. يبقى دي حاجه مهمه قوي في موضوع الاكسيديشن. اخر نقطه بقى في الاسبرين ودي مش هشرح فيها لان هي لما شرحناها وقتها لا مش اخر نقطه في الاسبرين، اخر نقطه في الكاريتك بتاعت الاسبرين عشان توصفوا لي بامل شديد كده وفرحه ملهاش داعي يعني. السنة اللي فاتت او الموديول بتاع الجنرال كان في عندنا ادويه بتمشي بقانون اسمه الفيرست اوردر كاينيتكس. مش هقول حاجه والله في النهايه كانت موضوع صعب وطلع عينينا لما وغالبا انت ما ذاكرتوش. يعني هو معناه ان الجسم بيتخلص من نسبه مئويه معينه من الدواء كويس؟ وفي طريقه ثانيه للتخلص من الدواء اسمها زيرو اوردر، ان الدواء يكسر منه اماونت، يكسر منه كميه محدده كويس؟ الاسبرين في جرعاته الصغيره بيمشي القانون اسمه فيرست اوردر كويس. يعني الجرعه بتاعتنا اللي بناخدها في البرد وفي الصداع والكلام ده كل ما بعلي الجرعه كل ما بيزيد تكسيره. لما باخد منه جرعه كبيره الانزيمات اللي بتكسره بيحصل فيها ساتوريشن، الانزيمات اللي مسؤوله عن تكسير الاسبرين بتتشبع فبيبدا الاسبرين تكسيره يبطا قوي. اللي يحصل فيه حاجه يسموها زيرو اوردر كاينيتكس. خلاص الفرق بينهم ايه بقى؟ ما تحفظش ارقام خالص. الفرق بينهم ان الفيرست اوردر كاينيتكس بتبقى تي هاف ثابته، يعني الوقت اللي بيستغرقه الدواء عشان ينزل من 100% ل 50% بتبقى ثابته. الزيرو اوردر كاينيتكس كل ما بتعلي الجرعات كل ما بيزيد التي هاف.
خلاص برضه يا جماعه مش فاهم، عشان كده بقول لك والله اختراع الموديولز ده غالبا يعني مش صح خالص. يعني انا بكلمك على حاجه انت يعني اذا كنت ربنا اكرمك وذاكرتها فانت نسيتها كويس، اذا كنت ربنا اكرمك برضه ما ذاكرتهاش فانت مش عارفها اصلا، فمش هينفع ان انا ابني عليها دلوقتي. لكن هي الفكره كده ان الاسبرين الانزيمات بتاع تكسيره ببساطه شديده جدا بيحصل فيها سالفريشن. خلاص لما بتدي جرعه كبيره ويتشبع الاسبرين او الانزيمات بتاعته تكسيره بياخد وقت طويل، ده المقصود بكلمه زيرو اوردر كاينتكس. يبقى انت هنا كده الفارماكو كاينتكس بتاعت الاسبرين. دكتور هاي بس الاسبرين بس صح ولا السلسلات؟ لا السلسلات عموما، السلسلات عموما. تي هاف اللي يسموها الالمينيشن هاف لايف تايم، اللي هي الوقت الزمني المطلوب عشان الدواء تركيزه في الدم ينزل من 100% ل 50%. كويس؟ دايما اي دواء في الاستورنا هتلاقي الفتره دي ثابته، سواء دي جرعه صغيره او جرعه كبيره دي هاف لايف تايم. الادويه بقى اللي هي بيحصل فيها ساتوريشن وقلب فيرست اوردر زيرو اوردر تلاقي تي هاف الوقت عدد بس مش مديه جرعه كتير، لان خلاص الانزيمات تشبعت والتكسير بدا يبقى فيه بطيء. دكتور عشان كده التيار بتجي بتطول مع الوقت. يعني دكتور الكلاسيشن اوف يور دايما ولا بتستعمل بول؟ لا الكلاسيشن ده بعمله بس لو انا عندي تسمم، لان انا لو عملته في النورمال انا بفقد الاسبرين بس عشان اعالج التسمم. تعالى بقى بص على اخر حاجه كده في الاسبرين فارماكو داينامكس. حد يقدر كده في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي دي يقول لي الاسبرين بيشتغل ازاي؟ بقى نقطة أهم أفكرك بيها، كل الأدوية اللي تبع مجموعة النون ستيرويدال كلها كانت بتمنع الكوكس بشكل ريفرسبل صح؟ خدتش بالنا من شوية كده؟ ما عدا الأسبرين الوحيد اللي كان بيشتغل، اشمعنى هو اللي بيشتغل ريفرسبل؟ عشان في أسيتايل جروب، الأسيتايل جروب دي هي اللي بتبوظ الإنزيم. خلاص؟ يبقى عايز جملة حلوة بقى كده تعبر عن شغل الأسبرين. ريفرسبل نون سيلكتيف كوكس صح؟ وكلمة الريفرسبل دي سببها ان الانزيم بيحصل فيه اسيدايليشن، الاسيتايل جروب بتاعت الاسبرين بتشبك في الانزيم تبوظه خالص. تمام؟ يبقى دي بالنسبه كده للميكانيزم اوف اكشن. فارماكولوجيكال اكشنز واتوقع ان شاء الله باذن الله يعني ان انت عرفت منها كتير. قول لي كده بس قبل ما اقولها فكرني كده البروستاجلاندنز كانت بتعمل ايه في السي ان اس؟ بتعمل فيفر بتعمل بين صح؟ كان بتعمل الفيفر عشان بتزود الستروين. انا جالي انفكشن صح؟ فطلع من البكتيريا دي توكسن. مين اللي بلع التوكسن؟ البكتيريا راح بتطلعها من جواها انترلوكين واحد تيومر روز سبيكتر. المواد دي نشطت التوكسن دي فكونت لك بروستاجلاند صح؟ بروستاجلاندن عمل الفيفر عشان على السيت بوينت فاكرين مش كده؟ السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس ده كان مظبوط على 37 هو عالي قوي خلاص؟ يبقى ايه دور الاسبرين واخواته بقى؟ ايه دور الاسبرين واخواته؟ صح؟ هيعملوها ازاي؟ مالهمش علاقه بقى بالسايتوكاينز والانترلوكنز والكلام ده، هو كل اللي عملوه ان هم منعوا تكوين البروستاجلاندنز عشان وقفوا الكوكس انزايم، وبالتالي عملوا الله ينور عليك حاجه اسمها ريسيتنج، رجعت السيت بوينت العاليه الى المفروض. طب انا هفقد حراره ليه بقى؟ او ايه الطرق اللي افقد بيها حراره؟ سويتنج بيقولوا عليه هيت لوس باي ايفابوريشن. طب والكيوتينيوس بازل دايلاتيشن يقول عليها هيت لوس باي راديشن. وجمله انا عمري ما فهمتها حياتي، يعني بقالي 50 سنه بقولها مش عارف ما عايزين ايه بصراحه. بيقول لك الاسبرين بيعمل حاجه اسمها موبيلايزيشن اوف فلويدز فروم تيشوز تو بلازما. وانا عارف معناها بحرفي يعني. عارف ترجمتها الاسبرين بيخلي السوائل اللي في الانسجه تروح على البلازما كويس. ما اعرفش بقى قال الحراره ليه، هل انت السوائل دي لما اتحركت من هنا لهنا خدت معاها شويه حراره؟ ما اعرفش، انت احفظها بقى كده واجرك على الله يعني. يبقى الاسبرين بيعمل انتي بايريتيك افكت
كويس عن طريق ان هو رجع السيت بوينت نورمال. فبدانا نعمل هيت لوس بثلاث حاجات له: الايفابوريشن اوف السويت والراديشن بتاع الكيميس فوتو دايليتيشن والجمله اللي احنا مش فاهمينها. سؤال بقى من اسئله الفارما التاريخيه، سؤال تاريخي والله: وات ذا افكت اوف اسبرين اون بودي تمبرتشر؟ السؤال ده كان شفوي بقى من اصعب الاسئله يعني. لو كانت عاليه سؤال الاسبرين بيعمل ايه في الحراره؟ نمره واحد كانت نورمال انتي بايريتيك صح؟ فاهم معناها؟ خلى الحراره العاليه اللي جت كويس؟ وعرفت الميكانيزم بقى اللي احنا شرحناه مليون مره. نمره اثنين: الاسبرين از نوت هايبوثيرميك. يا ممكن اللي اخذ معنا صح كده؟ اه لو ده حرارته الطبيعيه عمره ما ينزلها، لان مفيش بقى هنا لا خلل ولا بروستاجلاندر ولا سيت بوينت عالي ولا اي حاجه. الحاجه بقى اللي بيبقى الدكتور شافها مستنيها ان في حالات التوكسيك دوز تسمم الاسبرين بيحصل معاه حاجه يسموها هايبرثيرميا او هايبر بايريسيا، يعني درجه حراره الجسم بتاعنا لانه بيصير. لا هي مش هنعرف تفسيرها، صعب صعب قوي نعرف تفسيرها بصراحه. بص هو بيحصل خلل ملوش علاقه بالبيت، بيحصل حاجه اسمها ميتابوليك ديستربنس. تمام ان شاء الله تكونوا سمعتوا الكلام ده في اي حاجه بقى. اسمعوا عن حاجه اسمها كابلينج اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يعني لانه يعني بيحصل ان بطل دوز اكسد حالي كده بالعربي فيديك انرجي صح؟ الانرجي دي معظمها يتخزن على شكل اي دي بي، يعني الاي دي بي بيشبه الفوسفيت فيتحول لاي دي بي، وجزء بسيط منها بيطلع على شكل هيت. خلاص يبقى المفروض في الطبيعي كده ان عندي حاجه اسمها كابلنج. كابلنج يعني ازدواجيه، يعني بيحصلوا مع بعض ان الجلوكوز يعني يبقى اوكسيدايز مع الاكسجين ده، يتحلل بالاكسجين ده ويديك ما يسمى بالانرجي. الانرجي على طول اول ما بتتكون تتخزن على شكل اي دي بي، يعني تحط على الاي دي بي تحط عليه واحده فوسفين كده هاي انرجي فوسفين بوند بتاعه البايو وتتحول لمركب اسمه الاي تي بي، والجزء بسيط قوي من الانرجي اللي اتكونت تطلع على شكل حراره تحافظ على درجه حراره الجسم عندي. بص بقى الجرعه السامه من الاسبرين بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها انكابلنج. يعني ايه انكابلنج؟ يعني ما بقوش ماشيين مع بعض بقى صح؟ بيحصل اوكسيديشن وبيتكون انرجي بس ما بتتخزنش على شكل اي تي بي. هتروح فين بقى؟ تطلع على شكل حراره، هتطلع على شكل هيت كويس؟ طيب شافوا بقى لما هيك كده جامد قوي وماشي معاه للاخر، يروح يديك اخر سؤال بقى: لما الاسبرين في التوكسيك دوز يعلي الحراره قوي تعالجها ازاي؟ تعالجها باسبرين بره ولا تدي باراسيتامول مثلا؟ طبعا الاسبرين في التوكسيك دوز على الحراره برافو عليك برافو عليك، لا اسبرين ولا باراسيتامول. الحراره عليت هنا مش بسبب حاجه في الهايبوثيراميك هيت ريجوليتنج سنتر، ده حصل بسبب حاجه ميتابوليك مالهاش علاقه بالمخ خالص. فعلاجها كمادات بس، علاج طبعا. هو الاسبرين بيبقى خلاص حصل تسمم منه. فهمتوا سؤالي يا جماعه؟ يبقى الاسبرين الافكت بتاعه على الحراره ثلاث حاجات: عادي فيه انه يقلل الحراره العاليه للنورمال، خلاص عرفناها بقى، ملوش علاقه بالنورمال بودي تمبرتشر، ما يقللش الحراره ابدا عن الطبيعي. الحاجه الثالثه لو حصل منه توكسيك افكت الحراره هتعلى، وسبب الحراره عاليه انها انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يبقى ده شغل ميكرو واحد كده على السين. بيعمل ايه تاني بقى على السين اس؟ الناس بيعمل ايه تاني في السين اس غير انه معالج الحراره؟ البين صح؟ انا الجزء جايبينها ازاي بقى؟ منع بروستاجلاندين سنترال صح؟ لما منع السنترال عمل حاجه اسمها اليفيشن اوف بين بريشر، ولما منعها بريفرنت خلى البين ريسبتورز ما تحسش قوي بالهستامين والسيروتونين والبرانكاين. خلاص يبقى ده الكلام مكرر اهو. يبقى ده اول اكشن تقريبا واهم اكشن. اكشن نمره ثلاثه هو شغله كانتي انفلاماتوري. ازاي الاسبرين بيشتغل كانتي انفلاماتوري؟ منع تكوين البروستاجلاندينز، منع تكوين حاجه اسمها التوكسيدينز كده، فمنع تكوين البروستاجلاندينز. هنقف بقى عند حته الانتي انفلاماتوري دي عشان فيها كلام كتير ان شاء الله، وركز لنا المره الجايه. بس معانا ان شاء الله يوم الخميس.